بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في الأهلي في رمضان. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة 8 رمضان، يسعدني أن أنا أكون مع حضراتكم النهاردة وزميلي العزيز أحمد أسامة. مساء الخير. مساء الخير يا كابتن، أهلا بيك وأهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. أعذرونا طبعا على الصوت، أجواء القمة وفرحة أهداف محمد شريف. يا رب دايما الأهلي في انتصارات وفوز وفي اجواء رمضانيه كريمه ان شاء الله. نقضي ليله سعيده كابتن هيثم، وانا سعيد ان انا مع حضرتك. مفيش اسعد طبعا من الفوز، وخلينا يعني في ارقام كده الحقيقه اسعدتنا كتير، وفريق عمل البرنامج يعني قلنا نستعرضها مع حضراتكم. ارقام لطيفه كده يعني احصائيات جميله. يمكن هبتدي مع حضراتكم اول هذه الارقام. يمكن 60 قمه ما بين الاهلي والزمالك في الدور الاول اتلعبت على مدار التاريخ. ال 60 قمة فاز النادي الأهلي فيهم 24 مرة، 24 فوز للنادي الأهلي، 8 فوز لنادي الزمالك، وتعادل 28 تعادل. وبالمصادفة كمان كان في 16 قمة في رمضان. فاز الأهلي فيهم في 9، وفاز الزمالك في 3 وتعادل في 4، وسجل الأهلي 25 هدف، وسجل الزمالك 16 هدف. يمكن أحمد تفوق يعني واضح والأرقام لا تكذب. بالتأكيد، وإحنا أصرينا أن احنا نجيب قمة الدور الأول، لأن في بعض الأوقات بتكون قمة الدور الثاني زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة. فوز النادي الأهلي في رمضان 9 مباريات، الحالة الوحيدة فقط لغير اللي كانت فال ممكن خير للزمالك، أن يوم 6 رمضان كان في فوز للزمالك 2-1 من الثلاثة فوز. لكن النادي الأهلي في رمضان والنادي الأهلي في الدور الأول دايما أرقامه مكتسح. وأنا ليا تعقيب كابتن هيثم عن الفكرة دي، لأن دايما بعض الأوقات مباريات الدور الثاني بتبقى مباراة من التحصيل حاصل، بيبقى دايما يا إما فريق حاسم اللقب، غالبا بيكون النادي الأهلي. فبالتالي لما جبنا الدور الأول هي المباراة اللي فيها ندية، النادي الأهلي متفوق تفوق كبير جدا. وأنا من وجهة نظري إن المباراة دي مباراة تسجل في التاريخ ضمن مباريات كثيرة جدا بين الأهلي والزمالك، لو بدأناها من إيقاف الكابتن حسين حجازي قبل نهائي كأس مصر 1928 لإيقاف 85 فريق بالكامل، ونلعب بالناشئين حتى في الكونفدرالية نلعب بفريق وأحمد عادل عبد المنعم يكون مصاب ويرفض التغيير من أجل السماح لفكرة التغيير، حتى دوري 2014 لما حسمناه بناشئين كريم بامبو وبعض الناشئين. أعتقد النهاردة أو المباراة دي في غياب 6 عناصر أساسية بنفتح القوس ونقول دي كمان مباراة للتاريخ يا كابتن. أعتقد الأهلي بمن حضر دايما النادي الأهلي على مدار التاريخ بيثبتها. صحيح. ويمكن أحمد أنا برضو عايز أعلق على موضوع مهم، وهو علي لطفي. الحقيقة علي لطفي حارس مرمى كبير وإمكانياته عالية جدا، وخليني أقول لكم أن دائما أبدا الحارس المرمى الثاني في الفريق ما بيشاركش بشكل منتظم طالما الحارس الأول واقف على رجله وبيأدي. وطبعا الشناوي ما شاء الله عليه يعني آخر فترة متألق بشكل كبير جدا. علي لطفي لم ييأس الحقيقة، واشتغل وتمرن. يمكن ربنا سبحانه وتعالى يشاء أن هذا يحصل قبل المباراة، وأنه يبقى مشاركة علي لطفي كأساسي جت بالصدفة. وسبحان الله ربنا يعني يكتب ليه تألق كبير وصد ضرب الجزاء الحقيقة كانت مصيرية في هذه المباراة واللي كتبت الفوز للنادي الأهلي. خلينا أقول برضو أن الكل مجتهد النصيب دائما أبدا، لو أنت أخلصت النية واجتهدت واشتغلت على نفسك أكيد ربنا بيكافئك، ومكافأة ربنا بتكون ليها طعم تاني خالص. والحقيقة بيبقى كان ممكن الماتش نكسب بدون صد ضرب الجزاء، ولكن أنا بعتبر ده هدية من الله سبحانه وتعالى لعلي، لأنه اجتهد وتعب، وأكيد يتهيألي يعني ده رسالة حتى للعيب الصغير. بالتأكيد يا كابتن، وأنا هنا يعني أحب أعقب في نقطة علي لطفي تحديدا، في نقطة مهمة جدا في النادي الأهلي دايما روح الفريق هي اللي بتكون دايما غالبة. علي لطفي لاعب بأريحية تامة، لأن هو عارف كويس قوي إن الحارس الأول في مصر الكابتن محمد الشناوي هو سبورت ليه، هو في ظهره أكتر واحد على قيد الحياة في اللحظة اللي كان فيها علي لطفي بيشارك 90 دقيقة أمام نادي الزمالك حرصا على علي لطفي. أنا متأكد إن هو الكابتن محمد الشناوي. الأريحية دي بتخلي اللاعب يلعب وهو مش متوتر، مش وهو مضغوط، مش زي فرق تانية أو أندية تانية بنلاقي حراس المرمى بيتنازعوا مع بعض على فكرة مين اللي يحكم. فدي حاجة تحسب للنادي الأهلي روح الفريق. أوضة اللبس أنا بشكر جدا العامل كابتن هيثم اللي خلى أوضة لبس النادي الأهلي غرفة مخلصين.
كان بيصاحبنا في فترة من الفترات عدم توفيق بشكل كبير جدا، بفضل الله بقى بيصاحبنا التوفيق، لان بالفعل بقت اوضه اللبس وبقى المسؤولين عن اوضه اللبس ناس زي الكابتن محمد الشناوي كابتن. دي صوره صحيح. بعد المباراه الرجاله زي الكابتن ايمن اشرف اللي قدم مباراه تاريخيه وبيقدم مواسم استثنائيه، هي دي لعيبه النادي الاهلي وروح النادي الاهلي. بيهني الحارس الثاني اللي وقف مكانه بالظبط واللي كان ليه دور كبير في المكسب بيقول له مبروك وحاطط صورته بالظبط، يعني دي مش هتلاقيها في اي مكان. ويمكن يعني خليني برضو اطلع من الحته دي لموضوع ثاني يا كابتن برضو مهمه جدا، حته مسحه الشناوي والموضوع ده حصل فيه لغط كبير جدا، وانا الحقيقه مريت بيه يعني في موقف وطبعا اكيد هنحكي عليه، ولكن طلع احد المسؤولين الاعلاميين في نادي الزمالك وقال انه النادي الاهلي هيلاعب الشناوي حتى لو المسحه ايجابيه. خليني اقول لكم ان الرياضيين بيبقى تاثير المرض عليهم بيبقى اعراض بسيطه جدا جدا، وقد اوقات كتيره جدا لاعب بيلعب ويفاجئ انه عنده الفيروس او عينته ايجابيه، لان ما شاء الله الرياضيين بيبقى مناعتهم قويه. فحته انه يطلع مسؤول اعلامي في نادي الزمالك يقول ان النادي الاهلي هيلاعب الشناوي حتى لو مسحته ايجابيه، لا خالص الكلام ده ما بيحصلش ابدا في النادي الاهلي، والنادي الاهلي دايما ابدا سلامه لاعبينه والفرق الاخرى ولاعبين الفرق الاخرى هو ده اللي بيحكم، وبالتالي كلام مظبوط. بص يا كابتن، في فرق جدا كبير جدا بين تصريح صحفي وتصريح مسؤول في نادي الزمالك. الاستاذ عمرو الدرديري رئيس المنظومه الاعلاميه في نادي الزمالك دايما بيخلط ما بين دوره كصحفي او ناقد رياضي ودوره كمسؤول في نادي الزمالك. اعتقد الكلام اللي صدر من الاستاذ عمرو الدرديري النادي الاهلي يستحق عليه ان الاستاذ عمرو الدرديري يطلع باعتذار رسمي، لان مسحه الشناوي كانت بعد 24 ساعه او اقل من 24 ساعه من مباراه سلبيه. النادي الاهلي هو الحريص دايما على انه يعمل بي سي ار لكل لاعبيه ولكل الفرق الرياضيه. النادي الاهلي مش بس كده، ده في انديه اخرى بتلعب بالرابيد تيست، وموضوع كمان انديه رفضت بشكل كبير جدا في ازمه اتحاد الكره الاخيره انها تعمل مسحه كورونا الا النادي الاهلي، لان النادي الاهلي منظومه اخلاقيه، منظومه بتحافظ على لاعبيها وكمان بتحافظ على لاعبي المنافسين. فاعتقد الاستاذ عمرو الدرديري مدين باعتذار من اعتذارات كتير مش بس للنادي الاهلي، لنادي الزمالك، لان ما يكون يعني المفترض تصريح زي ده ما كانش المفترض يخرج من قناه نادي الزمالك ومن الاستاذ عمرو الدرديري، خاصه واحنا عندنا بقى مش بس في لعبه كره القدم يا كابتن هيثم، احنا يمكن عندنا كمان في العاب الصالات، وحضرتك طبعا جدير بالحديث عنها، في فكره اصرار النادي الاهلي على المسحات وعلى سلامه لاعبي المنافسين قبل النادي الاهلي. صحيح، وده يعني افكر حضراتكم لو فاكرين دوري السوبر لكره السله اللي اتلعب من حوالي 3 4 شهور، كان في ديسمبر مع بدايه يناير، كان في 5 لاعبين واساسيين في النادي الاهلي عندهم كورونا، وبرده الاعراض كانت بسيطه، والمسحات دي اتعملت بدون اي الزام من اتحاد السله حينها، والنادي الاهلي بس عملها كان بيعملها بشكل دوري للتاكد من سلامه اللاعبين، ورفض النادي الاهلي انه يشاركهم، وكانت مهدده البطوله بالضياع. وبالمناسبه ربنا كرمنا وفزنا في هذه البطوله، وكان ده اكبر يعني مكافاه من الله سبحانه وتعالى، ان يعني انت راجل بتشتغل وبتخلص وبتحافظ على سلامه لاعبينك، بتحافظ على الفرقه الاخرى، اكيد ربنا بيكافئ. خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع. طيب لسه مش جاهزين، خلينا طيب خلينا نروح لخبر تاني او خبر ده مش خبر نروح لعريس الحفله بالزبط. بعد علي لطفي طبعاً البعض برضو تحدث عن فكرة أن حارس مرمى الزمالك كابتن جنش اللي طبعاً بنحترمه بشكل كبير جداً كان سبب كبير جداً في تألق محمد شريف. لا الحقيقة مش كده، خلينا بس ناخد لقطة هي اللي خدت صوتنا بعد هدف محمد شريف، وهي فرحة احتفال محمد شريف بالهدف بعد دقيقتين فقط لغير من احتفال كابتن شيكابالا بالهدف. كابتن شيكابالا اللي لعب 23 مواجهة أمام النادي الأهلي، تلقى الهزيمة في 13 مواجهة وتعادل في 6 مواجهات وفاز فقط لغير في 4 مواجهات. ده الاحتفال بتاع كابتن شيكابالا، احتفال يبدو عليه ان هو اكيد هو جاب هدف جميل، ولكن احتفال فيه نوع من انواع العظمه بالنسبه لفكره تكرار الهدف وان الموضوع سهل. فكان الاحتفال بدقيقتين بالظبط بعقليه محمد شريف اللاعب الاهلاوي، اللاعب اللي انا بعتبره بدرجه مشجع، احتفال بيجيب معاه الفوز. وهنا قيمه اهداف محمد شريف، محمد شريف اللي في اول قمه ليه بيسجل هدفين. الكابتن شيكابالا بقاله 17 سنه قمه دوري مع امام النادي الاهلي سجل هدف واحد فقط لا غير، فكانت نقطه لازم نلقي الضوء عليها، لان كمان ارقام شريف يا كابتن ارقام استثنائيه، مش بس عشان الحارس كان جنش، لا ده امام حراس كتير، ويمكن جايبين له احصائيه بالظبط 1062 دقيقه كابتن مع الاهلي. صحيح. لعب في الدوري العام 12 مباراه، سجل 6 اهداف وصنع 3، ولعب في دوري الابطال 8 اهداف 8 مباريات سجل 3
وصنع هدف واحد يعني بمعدل كل 81 دقيقة تقريبا. محمد شريف يا بيصنع هدف يا بيسجل هدف. اعتقد كمان ارقام محمد شريف مع منتخب مصر ارقام جيدة وقدر يسجل مع منتخب مصر. ففكرة التقليل من حجم الكابتن محمد شريف اللي احنا هنا قلنا قبل كده ان بشوية تركيز وتوفيق واصرار هيكون رأس حربة مصر الاول. فاعتقد القصة مش في جنش خالص الا اذا كان كل الحراس اللي قابلهم محمد شريف وسجل فيهم كل الاهداف دي في كل الفرق على طريقه جنش. بالرغم برضو ان خلي بالك محمد الشريف في البدايه كان عنده عدم توفيق غير طبيعي، يعني الولد كان يعني بيبذل مجهود وكان بيهدر فرص، كان لسه جديد مع الفرقه لسه ما دخلش على المود، ومع ذلك اجتهد وخد الموضوع بكل جديه. يمكن انا بشبه قفشه بالشريف لانه الحقيقه الاثنين في بدايتهم بداوا معاهم الامر بعدم توفيق، ولكن الارقام لا تكذب، لكل مجتهد نصيب. الولد كان مصر وكان عنده يعني اصرار غير طبيعي انه يقدر يحفظ مكانه كعنصر اساسي فريق نادي الاهلي. وما ادراكم المنافسه الشرسه عشان تقدر تثبت رجليك في جوه ال 11 لاعب جوه الملعب. الحقيقه الشريف وقفشه كانوا رمز كبير جدا لاي حد عايز يركز في الكوره بس، يركز في الكوره بس، وحبه وعشقه للنادي الاهلي هو ده اللي بيخليه دائما في المقدمه. هاخد من كلامك كابتن، لان مستر بيتسو موسيماني تقريبا قال لمحمد شريف ان انا دايما في كل رهان عليك انت بتكسب الرهان، وانت دايما لما بتنزل بتثبت لي انك جدير بانك تلعب اساسي، وهو ده دور اللاعبين. انا عايز اتكلم عن بعض اللاعبين في المباراه زي رامي ربيعه اللي بيقدم مباراه كبيره جدا في ثنائيه بدر بنون، يمكن ثنائيه في مباراه مهمه. رامي ربيعه اللي ما سافرش قطر مع بعثه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه لانه كان مصر ان هو يشتغل على نفسه ويركز على نفسه. رامي ربيعه نموذج اهلاوي زي الكابتن ايمن اشرف اللي دايما بيحط الانتقادات خلف ظهره وبيشتغل على نفسه، وزي اللاعبين كتير اللي عايز تنجح فبنوصل رساله من هنا لبعض لاعبي النادي الاهلي اللي بعض انتقادات جماهير النادي الاهلي من معزتهم ومن حبهم ومن اخلاصهم للنادي الاهلي واصرارهم على انك تكون لاعب بتقدم افضل مستوى، البعض من الانتقادات دي ما بيقدمش المطلوب منه. اتمنى تحط امامك نماذج زي الكابتن ايمن اشرف والكابتن رامي ربيعه لانك عشان تكون جدير بارتداء تيشيرت النادي الاهلي. نقطه في القضيه دي عايز اوجهها اخيره للاعلام، لان البعض انا ما بحبش اعلام النتيجه. البعض بيطلع او طلع بعد مباراه الاهلي والزمالك اللي اتهزم فيها النادي الاهلي في مباراه تحصيل حاصل بالنسبه للنادي الاهلي 3-1، خرج وادان النادي الاهلي وادان لعيب النادي الاهلي وقال ان لعيبه النادي الاهلي مش على قدر المسؤوليه وما عندهاش الشخصيه، وكمان اتكلموا في فكره ان لعيبه النادي الاهلي او اداره النادي الاهلي كانت مخطئه في عدم التعاقد مع بعض اللاعبين او التجديد مع بعض اللاعبين. النهارده النادي الاهلي بعد مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا امام الزمالك بيقدر يفوز بنفس اللاعبين يا كابتن هيثم. يمكن المدير الفني اختلف، البعض يتكلم عن ان التوفيق كان مصاحب النادي الاهلي في المباراه، بيغيب 6 عناصر اساسيه عن العناصر اللي لعبت فريق اساسي 27 نوفمبر والنادي الاهلي حقق الفوز. فرجع البعض وقال هي دي شخصيه بس النادي الاهلي. بس انا عايز اقول نقطه، برغم عدم تغيير المدير الفني صحيح، برغم عدم تغيير الاداره، برغم عدم تغيير اللاعبين، فده للاسف بيكون مرتبط بالنتيجه. احنا خلينا دايما نركز على فكره، ودي رساله لجماهير النادي الاهلي مهمه جدا، ان انت دايما تبقى مركز على فكره فريقك وداعم لفريقك، وما تديش فرصه ابدا لاي اعلام ان هو ياخد من غضبك ان هو ينتقد او صحيح يذبح فريقك. وخلي بالك يعني الخساره 3-1 دي كان وراها على طول ما شاء الله فوزنا بالدوري ورحنا بطوله افريقيا وحققنا الحلم الكبير. يعني قصدي اقول لك انه في بعض الاوقات التعثر بيكشف لك الحقيقه السلبيات اللي عندك كنت تشتغل عليها. وزي ما قال عزيز يعني زميلي العزيز احمد قال انه اكيد كان وقتها حصل هجوم بشكل عنيف جدا، ونفس السيتويشن نفس الوضع بنفس اللاعبين، يمكن زي ما قال تغيير المدير الفني ولكن الامور كانت افضل. خليني برضو كان في يعني مشهد الحقيقه شفناه امبارح في ماتش كره اليد، المشهد ده يعني الحقيقه كنا محتاجين برضو نعلق عليه اكيد، الا وهو حضور كابتن محمود الخطيب المباراه وشاف المباراه للاخر ونزل بنفسه كابتن محمود الخطيب وشارك في تسليم مراسم درع الدوري لنادي الزمالك. طبعا الصوره واضحه اهي وكابتن محمود، انا بس هو في مشهدين طبعا، مشهد امبارح اللي هو على اليمين وكان كابتن محمود الخطيب قعد لنهايه المباراه بالرغم من خساره النادي الاهلي، ولكن هو اصر انه يبقى موجود ويشارك، وهي دي الروح الرياضيه. المشهد اللي على الشمال لما كان كابتن محمود الخطيب بيحضر نهائي كاس مصر لكره اليد للسيدات، وكابتن محمود الخطيب نزل سلم على لاعبات الخصم في الاول وسلم على لاعبات النادي الاهلي. خليني اقول لحضراتكم انه اخلاق والروح الرياضيه اللي تمتع بها كابتن محمود الخطيب لا تتغير ابدا سواء كنا كسبانين او كنا خسرانين، ودي رساله الحقيقه محتاجين
نتوقف عندها شوية، وإنه الرياضة في الأول والآخر هي رياضة، ودي دائما أبدا إدارة النادي الأهلي يعني ما بتسيبش مناسبة إلا ما بتوجهها. وكابتن محمود الخطيب هو نفسه اللي رفض التعاقد مع أي لاعب من نادي الزمالك في هذا الوقت عشان يدعم بيه فريق الكرة. فده في الوقت ده يعني ممكن أي حد يقول أي كلام تاني، ولكن اللي حصل أكيد رسالة لأن الرياضة رياضة والروح الرياضية ما زالت موجودة وما زالت هي الإطار اللي لازم إحنا نتحرك بداخله. بالتأكيد يا كابتن هيثم، وده مش جديد على الكابتن محمود الخطيب. الكابتن محمود الخطيب معروف بأخلاقياته من وهو لاعب، وبجد أنا قلتها قبل كده كذا مرة، يا بخت النادي أو يا بخت جماهير النادي اللي رئيسهم كابتن محمود الخطيب، لأن بالتأكيد بيكونوا سعداء بتصرفات وأخلاقيات الكابتن محمود الخطيب. واللي بالمناسبة اتكلمنا في آخر حاجة نتكلم فيها في مباراة القمة هي فكرة التحكيم، حابين نقول إن دور المسؤولين في النادي الأهلي واللاعبين والجهاز الفني ساهموا بشكل كبير جدا ان التحكيم المصري يطلع بالشكل ده من المباراه، لان الحقيقه لو ركله الجزاء اللي اتحسبت ضد النادي الاهلي كانت في الجهه المقابله واتحسبت على نادي الزمالك اعتقد الامور كانت هتبقى صعبه جدا. فانا بشوف ان علي لطفي انقذ اشياء كثيره جدا للتحكيم المصري بتصديه لركله الجزاء دي، لان الحقيقه كمان النادي الاهلي برغم ان هو كان فيه بيان برفض التحكيم المصري لان شايف ان ده مش وقته وان احنا محتاجين لتحكيم اجنبي، الا ان النادي الاهلي امتثل بشكل كبير جدا لفكره التحكيم المصري، لان اتحاد الكره هو المنوط باداره المسابقه على عكس انديه ثانيه واعلام اخر كان شايف ان التحكيم المصري دايما ظالم، واول لما حصلت 6 اصابات قال لازم نلعب ووصلنا لمرحله التهديد. اعتقد كمان كان اختيار التحكيم في الفار كان الكابتن محمد عادل والكابتن محمود عاشور كان لهم وقائع بتبين ان كان المعيار مش ثابت في الوقائع دي، سواء الكابتن محمد عادل في مباراه قبل كده للزمالك وادي دجله لو معانا الصور ممكن نستعرضها، كانت لمسه يد على احمد ابو الفتوح هو شافها انها ارتداد من الجسم، ونفس الكره دي لما جت لوادي دجله هي بالظبط هياها ادى لمسه يد على مدافع وادي دجله واداله انذار. وهنا انا مش بقول دي لمسه يد صحيحه ولا دي لمسه يد صحيحه، انا بقول ليه المعيار اختلف لما اختلف لون التيشيرت. مش كده وبس، الكابتن كمان محمود عاشور المساعد للكابتن محمد عادل كان في مباراه حكم ساحه للاهلي والاسماعيلي، وحسب ركله الجزاء بعد استدعاء الفار ليه واكد له ان الكره ما لمستش ايد رامي ربيعه، وحتى لو لمست ايد رامي ربيعه هتكون ارتداد، ولكن الكابتن سمير كابتن محمود عاشور اصر على احتسابها، هي دي الكره كابتن هيثم، الكره مش في ايد الكابتن رامي ربيعه، واصر على احتسابها ركله الجزاء في الوقت لما كان فيه هو حكم فار في مباراه للزمالك، جت كره شبيهه جدا مع لاعب او مدافع نادي الزمالك، والكابتن محمود عاشور استدعى حكم الساحه لانها ركله جزاء. هنا بنتكلم في فكره معايير كانت مختلفه، ومع ذلك وغيابات عناصر اساسيه، ادي الكره برده يا كابتن هيثم نفس المعيار، هنا استدعى الحكم على انها ركله جزاء، وهناك لما الحكم استدعاه رفض يستمع لحكم الفار وحسبها على النادي الاهلي ركله جزاء، فمعيار مختلف بسبب تغيير لون التيشيرت. ودي طبعا واقعه شهيره مع الكابتن محمود عاشور، وكانت في كاس مصر وكانت في الدقيقه الاخيره مصطفى محمد لما كان لاعب نادي الزمالك لا دي وقف كوره ولا ادى انذار، والكره دي جاء منها هدف لنادي الزمالك. اعتقد كانت دي وقائع كان مجلس اداره النادي الاهلي شايفها كويس، وكان اعلام النادي الاهلي شايفها كويس، ولكن اعلام النادي الاهلي من اجل رفع الضغط على التحكيم المصري لعب المباراه بدون ما يعرض المعايير المختلفه دي، والحمد لله قدر النادي الاهلي يحقق فوز عشان يكون فوز تاريخي من كافه الوجوه. اننا المباراه اللي اتاجلت من ديسمبر يوم 23 ديسمبر بعد اصابه لاعبين مهمين في نادي الزمالك فيروس كورونا ما اتاجلتش، ولا النادي الاهلي طالب بتاجيلها، وبنلعب يا كابتن في كل الظروف، لان في النادي الاهلي دايما بيهمه التنافس ايا كانت الظروف، ومش فارقه قد ايه النتيجه قد ما فكره اننا بلتزم بالقرارات وان انا بساعد المنظومه الرياضيه المصريه على النجاح. امبارح يا استاذ احمد كمان في مباراه كره اليد، يمكن مباراة كرة اليد امبارح شفنا توأم حكمتين عنصر نسائي وهم بالمناسبة اخوات، وحكموا المباراة وشهادة الجميع كانوا موفقين بدرجة عالية جدا، احسن من المباراة اللي سبقتها، المباراة اللي انتهت بالتعادل كان حكام يعني كان في لغط على 3-4 كور، وبالمناسبة النادي الأهلي كان هو أكتر واحد متضرر من هذه القرارات لأن كان ممكن المباراة تخلص بالفوز، ولكن النادي الأهلي لم يصعد يعني زي ما بيقولوا اللهجة أو بيصعد الضغط على الحكام، ولكن بالعكس نجاح مباراة امبارح في كرة اليد بالحكام يعني السيدات كان من أحد أسبابه النادي الأهلي رفع الضغط
ده استكمالا طبعا لزميلي العزيز احمد وهاب، بيقول ان النادي الاهلي رفع الضغط على الحكام وده كان احد اسباب نجاح منظومه التحكيم في الفتره الاخيره. طيب خلينا نطلع لفاصل سريع اعزائي المشاهدين عشان نشوف رمضان كمان عامل ازاي مع نجومنا في الالعاب الاخرى. طبعا السباحه من الالعاب اللي فيها مجهود كبير بيبذل وتمارين بتبقى قبل الفطار وبعد الفطار. خلينا نشوف سباحينا بيعملوا ايه، هيكون معانا في اللقاء بعد الفاصل ساره سليمان ومحمد سامي، اثنين سباحين كبار جدا، ونستعرض نتائجهم الكبيره على المستوى الدولي والمحلي، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا رمضان السنه دي جاي في اجواء وحقيقه وفي ميعاد ابريل ومايو، شهرين مهمين جدا لكل الرياضيين سواء كره القدم او الالعاب الاخرى، ومش هينفع نريح فيه ولا زي ما بيقولوا يبقى اجواء عائليه والكلام ده خالص. بالعكس اغلب الرياضيين رمضان داخل في الماتشات والتمارين، خاصه ان احنا داخلين على بطولات كتير عالميه، منها طبعا اولمبياد طوكيو وايضا بطولات عالم كتير في العاب اخرى. فالرياضيين الحقيقه رمضان ده مش شايف خالص غير تمرين وجهد وعرق، بالرغم طبعا مع الصيام او بجانب الصيام، فكان لازم نكون مع ابطالنا وبطلاتنا في الالعاب الاخرى. النهارده احنا على موعد مع السباحه، معانا نجمين كبار من السباحه الحقيقه وولاد النادي الاهلي، وحققوا نتائج كبيره جدا وبيتمرنوا دلوقتي كل واحد منهم عشان يستعد لبطولات قادمه مهمه جدا. هيكون معانا طبعا بنرحب بيها في البدايه ساره سليمان، سباحة النادي الأهلي ومنتخب مصر، والحقيقة اللي حققت أرقام كبيرة نستعرضها مع حضراتكم. بس برحب بيك في الأول يا سارة، رمضان كريم. شكرا. برحب طبعا بسباحنا الكبير اللي لسه راجع من أمريكا، ما بقالوش يمكن أسبوعين قبل رمضان على طول، ودرس في أمريكا وقعد فترة طويلة ولعب بطولات كتيرة في أمريكا، وهو رجع مصر دلوقتي عشان بيستعد إن هو يحقق الرقم اللي أهله الأولمبياد طوكيو. بالمناسبة هو كان ثالث عالم للناشئين. معانا محمد سامي، برحب بيك يا محمد ورمضان كريم. اهلا وسهلا، الله اكبر. اهلا بيك يا محمد واهلا بيك يا ساره. رمضان كريم. التمرينات بقى بتختلف طبعا قبل رمضان عن بعد رمضان، فعايزين برضو ننقل للمشاهد فكره السباح، لان انت عارف السباحه مش لعبه شعبيه بقدر كبير، فاحنا عاوزين بقى نغوص فيها معاكم. حلوه نغوص دي، وتنقلوا لنا بقى فكره التدريبات بقى وقوه التدريبات والاختلاف بين الاجواء قبل رمضان وبعد رمضان. فممكن نبدا بساره ليديز فيرست يا محمد، وبعد كده نبدا بيه جاي لك انا. طبعا قبل رمضان التمارين بتبقى الفجر، 5 الفجر بقى 7، والجيم بقى بيبقى مثلا من 1 مثلا 3 كده. في رمضان طبعا الاوقات بتختلف خالص، بتبقى الجيم بتبقى قبل الفطار، والميه من 9 ل 12 يعني، او من 10 ل 12. نفس التمارين يا محمد؟ يعني شبيهة. يعني أنا بتمرن جيم يا دوب قبل الفطار بحاجة بسيطة، بفطر تقريبا وأنا ماشي من الجيم، وتمرين السباحة بيبقى الساعة 7:30، فبفطر خفيف وبجري على التمرين على طول. يعني ما بيختلفش الأمر لو في مصر أو في أمريكا؟ نفس القصة؟ لا في أمريكا، لا طبعا لا في أمريكا مفيش حاجة هتتغير في السيستم في التوقيتات، فالصيام هناك بيبقى صعب جدا في الوقت، لأن أنت بيبقى عندك التمرين تمرينتين، تمرين الصبح من الساعة 6 ل 8 وبعديها الجيم من الساعة 10 ل 11:30، وبعدين هرجع اقوم تاني من الساعة 2:45 لغاية 5، والفطار كمان هناك الساعة 9 مش كمان 6. هو مديني انطباع ان هو بيفطر. لا 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 لا، بس انا بقول لك ان بيبقى الموضوع فيه مشقة كبيرة، وعشان كده هو يمكن رجع قبل رمضان يعني. لا انا يعني انا ما قضيتش رمضان هناك في اي وقت غير تقريبا قعدت 10 ايام في اول سنة ليا وانا هناك، وكانوا من اصعب العشر ايام. عذاب يعني اليم. ها يعني لا التمرين الثانيه كنت على طول اول ما انزل امسك دماغي كده، انا مش قادر، عندي صداع يعني. ما برضه ساره خلي بالك يعني انت اكيد برضه بتتعرضي للظروف دي، واكيد برضه التمرين قبل الفطار بيبقى مشكله، خاصه انت ما شاء الله برضه 17 سنه سنك صغير يعني. طب بتعملي ايه؟ هل مثلا بتحتاجي تنامي ازاي؟ خلي بالك الوقت النوم مهم عشان تقدر تحسن المستوى. بتنامي ازاي في رمضان؟ طبعا بتسحر يعني بدري مثلا 12 او حاجه، بعديها بنام على طول عشان بقى زي ما قلت الجيم وكده. بس بقى بفضل صايمه بقى وكده، بروح الجيم لما ارجع بقى بفطر وكده، بعد كده اقعد شويه، بعد كده انزل بقى التمرين الساعه 10. تمرينك في الجزيره صح يا ساره؟ لا لا، مدينه نصر. مدينه نصر. طب وهو انت كنت لعبتي بطولات ناشئين، خدتي فيها، كانت في قبرص على ما اتذكر صحيح؟ وكمان لعبتي العاب افريقيه يمكن قبل كورونا، حققتي فيهم ايه؟ قبرص ما كنتش، كنت لسه صغيره ما كنتش عملت حاجه،
يعني شاركت فيها. وبتاعه المغرب بقى اخذت تاني في الماي بريست وفي ال 50 بريست تاني برضو. بس بعد كده بقى التتابع. يعني انت دي سباقاتك ال 100 بريست وال 50 بريست والتتابع دي السباقات بتاعتك. ودي انت بتحلمي في يوم تشاركي في الاولمبيات يا صاد؟ ان شاء الله طبعا. وانت شغله وانت شغاله ودي يمكن دي صور بيعرضوها طبعا مجموعه من الكؤوس ليكي. يعني يمكن كابتن وائل عزت متوقع لك مستقبل باهر ان شاء الله. طموحاتك يا ساره طموحاتك ايه؟ الاولمبيكس ان شاء الله طبعا. ان شاء الله قدرا ان شاء الله تعوضي تجيب لنا ميداليات بقى كده ان شاء الله. انت قلتي قبل الهوا 17 سنه صح؟ عرفت ان انت في عبلة عادل خير عبرت المنش عندها 13 سنه. تاخرت شويه. تاخرت انت شويه. طب بطولتك يا محمد بقى خلي بالك يا احمد انا مش هقطعك. محمد بيستعد للاولمبيات. يعني هو كان بيتمرن مع علي خلف الله سباحنا الكبير طبعا وابن النادي الاهلي وبيستعد دلوقتي عشان يحقق الرقم اللي وصله له. بعد اللقاء ده معانا يا كابتن هيثم هيبقى عبد اللطيف ابويه في القرن الجديد. ان شاء الله. ان شاء الله. لا البطولات بقى انت قلت ان معظم البطولات لعبتها بره في امريكا فالمراكز اللي انت قدرت تحصل عليها ولو شاركت في بطولات هنا ايه البطولات اللي انت خدتها؟ انا هنا كنت اول جمهوريه واخدت كاس احسن سباح على يعني على مدار سنين من وانا عندي 11 سنه و في بطولات افريقيه وعربيه. انا اول افريقي. ودي صور ليك وانت في امريكا صح؟ دي صور ليا وانا في امريكا. بس شكلك مختلف خالص. شكلك وانت في المايه غير خالص. اتفضل يا فندم. بس هي نادي علي خلف الله موجود. علي خلف الله معاك سباحنا الكبير طبعا. بس فانا عندي البطولات هناك انا اخذت اول في الكونفرنس ميت بتاعنا اللي هو الفرق ما بين الجامعات 14 جامعه. خلي بالك انت نطيت كده بطوله العالم للناشئين. قبل ما اسافر طبعا مصر كان في نادي اللي اهلتك انت ثالث عالم. انا ناسي بطولاتك يا محمد. لا ما شاء الله كتير يا محمد. كتير هو بينسى ما شاء الله. لا اهم حاجه ما كنتش متوتر. لا 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 ثالث عالم. كنت طلعت ثالث عالم ناشئين 2015. دي كانت اول ميداليه بعد فريد عثمان في ودي كانت اول ميداليه في الاولاد فراشه. الفراشه بتاعتنا صعبه الفراشه. عم صعب يعني لقبها الفراشه. لا 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 لقبها الفراشه. بس انت سباقك ايه؟ انت سباقك انا سباق 50 باك. 50 باك ده اللي كسبت فيه. افتكرت انت سباق الفراشه عشان كده انما انت لا لا باك. بس بعدين انا كنت اول افريقيا في بطوله افريقيه 2018 في الجزائر كنت واخد تقريبا 13 ميداليه ذهب. دي ما شاء الله ما شاء الله. لا شوفوا لنا الصوره بتاعه 13 ميداليه دي يا جماعه ضروري يعني. طب ما جبتهمش معاك ليه؟ يا محمد ما جبتهمش معاك ليه؟ عملت وقت قد ايه في ال 50 متر؟ في ال 50 متر لسه جاي في 2019 ده رقم مصر 24 94. ما شاء الله كنت اول واحد اكسر 25 في مصر في ال 50 ظهر. وعندي المياه حره 48 ثانيه 92 ده برده رقم مصر في العمومي. وبس يعني وادينا بحاول اتاهل للاولمبياد ان شاء الله. ساره انت عارفه الارقام دي؟ عارفه ان طبعا الدكتوره رانيا علواني عضو مجلس اداره النادي الاهلي الحالي كانت اول سباحه مصريه في الجيل الجديد تكسر حاجز ال 100 متر في دقيقه وال 50 متر في 28 ثانيه. انت بقى ارقامك ايه في ال 100 متر وال 50 متر وطموحاتك ايه؟ ماشي. في ال 100 متر انا عندي دقيقه 12 وال 50 32 ده في ال 50 مين بريست. تمام قريب جدا اربع ثواني. مش اربع ثواني كتير. الاربع ثواني في السباحه كتير يعني. بس هي قادره ان شاء الله انها تجيبه يعني الارقام دي تعوضها يعني. انت بروميسنج ويعني ان شاء الله تحقق الارقام دي. طيب يعني المفروض انت معدل الريت اللي انت بتحقق بيه الارقام يعني انا مثلا بقول ان انا في السنه هكسر ثانيه هقل ثانيه. انت الريت اللي ماشيه بيه قد ايه؟ يعني ثانيه. بعد قد ايه مثلا ممكن تقلي؟ بعد قد ايه تمرين؟ سنه ست شهور في العادي؟ مثلا ست شهور. ست شهور ممكن تقلي عن رقمك سنه. ثانيه. طب وهو انت قلت لي ان في بطولات جايه انت بتستعد لها ساره. بطوله دي لسه في حبه كده مثلا في شهر 9 فلسه قدامنا حبه. مش بتفكري تشاركي في اي حاجه دوليه خلال الفتره دي مثلا او بطولات ممكن ما تطلعيها؟ لسه ما فيش عشان الكورونا وكده فلسه دلوقتي ما فيش حاجه. طب انت اصلا كنت مراني ازاي في كورونا يعني الفتره اللي فاتت في الحظر واللوك داون اللي حصل في مصر كله انت اتصرفتي فيه ازاي اتمرنتي ازاي؟ طبعا كانت في فتره كبيره قوي لما كنا قاعدين في البيت كنا كلنا قاعدين في البيت. بس بعد كده بقى لما بدانا لما الحاجات المحلات بدات تفتح وبدانا ننزل شويه بدانا تمارين. بس بقى التمارين بيبقى مختلف يعني مثلا بيبقى ماكسيمم 2 في الحاره
طبعا تباعد. بالظبط. بس كده قدرتوا تجيبوا نفسكم تاني والدنيا كانت ماشيه كويس. يمكن برضو اروح لمحمد بعد اذنك احمد، لانه فضل. الاكل اكيد في امريكا كان عنده مشكله كبيره. تاكيد. كنت بتعمل ايه؟ كان بيفطر. مش نعمل حاجه غير ان احنا ناكل. يا طبعا صعب العيشه بره لوحدك، يعني كان مفيش حاجه انت لازم تطبخ لنفسك، لازم تعمل لنفسك. فطبعا يعني تعلمت ايه بقى؟ تعلمت ايه؟ والله مش عارف، يعني كنت بطبخ ستيك، برجر، حاجات كلها سهله يعني. مجرد كنت في انديانا صح؟ في ولايه انديانا. كنت في ولايه انديانا، جامعه انديانا. كان في مصريين سبقوك هناك؟ كان في مصريين هناك، مروان القماش وعلي خلف الله، اثنين متاهلين للاولمبياد. ومروان لسه بيعوم هناك، علي بيعوم في امريكا برضه في ولايه الابامه. مجمع كبير سباحه في انديانا، جامعه انديانا مجمع سباحه كبير. هي الجامعه نفسها قويه، احنا كنا ثالث اقوى جامعه في السباحه لمده سنتين، اخر سنتين يعني. السنه دي طلعنا السادس، بس انا ما كنتش يعني، انا كنت خلاص اتخرجت ما بعومش معاهم. بس لا يعني، جامعه من الجامعات القويه في الدوري الاولاني بتاع السباحه. انت كنت عايش لوحدك ولا عايش في سكن الطلاب؟ ولا اصل انت بتبقى اول سنه لازم تعيش في سكن الطلاب، بس بعد كده بتعيش لوحدك في بيت بره مع ناس معاك في الفريق عاده. علشان تبقى بالظبط يعني كلنا في نفس الوحده تخليك تتجنن يعني. طبعا اكيد. لا بس لازم عشان تنجح لازم تعدي بالصعوبات دي، وكلنا شايفين نموذج الكابتن محمد صلاح في الكوره، فحتى في السباحه. وده اللي هيخليني اسالك، احنا كنا في السباحه متطورين جدا بشكل كبير جدا، سابقين العالم بشكل كبير جدا. يمكن الاتحاد الدولي للسباحه اعلن في القرن العشرين ان السباح عبد اللطيف ابو هيف هو سباح القرن، وده واعظم سباح مسافات طويله، ويمكن عبر المنش وخد خمس ميداليات او خمس مرات متتاليه بطوله العالم. وكان عندنا السباحه مزدهره جدا في الخمسينيات والستينيات، وخليكي برضو مركزه صار عشان كان رجال ونساء طبعا، وعندنا نجوم كتيره جدا. ايه اللي احنا شايفينه دلوقتي، او ايه اسباب اللي تخلي النهارده السباحه المصريه مش على الدرجه اللي كانت فيها في فتره الخمسينات والستينات والسبعينات؟ تشوف واحد زي فيليبس مثلا بيحقق 28 ميداليه في الاولمبياد. ايه اللي ناقصنا كسباح مصري او سباحه مصريه اننا ننافس المستويات دي؟ هي اللي ناقصنا المنظومه نفسها انها تبقى كامله، الحاجات ان احنا نلاقيها كلها سهله، الفاسيلتيز نفسها تبقى كلها موجوده. يعني هنا انا كان عندي قبل ما اسافر كان كل حاجه كنت بروح علشان اروح من المدرسه للتمرين 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 الثاني للتمرين بعد كده للسباحه. الحاجات دي كلها كانت بتاخد وقت طويل. فالفكره هناك انا في الولايه عندنا في انديانا، انا يعني بركب عربيه خمس دقائق بكون في اي مكان تقريبا، فكله قريب من بعضه، مع التجهيزات الكامله اللي موجوده تخليك في مجتمع بيشجعك على انك تبقى احسن، عن ان انت في حاجه بتشدك لورا او في حاجه يعني نركز في السباحه. بس احنا هنا بنبقى اللي هو يلا ننزل نخرج، لا احنا عايزين نخرج، احنا ما بنشوفكش، احنا ما بنعملش. فتحس ان المجتمع نفسه ساعات بيأخرك في حته مش هي دي الصح، مش هو ده اللي احنا فيه. بس يعني انا شايف ان احنا بدانا نتحسن كتير قوي في الحته دي. وحتى يعني السنين اللي فاتوا دول، احنا 2016 في اولمبياد 2016 كان في خمس سباحين متاهلين للاولمبياد، عن قبل كده كنا بنطلع بسباح او سباحه لمجرد المشاركه باسم مصر في السباحه. بس ينقصنا ميداليه يعني، فعلا انت بتتكلم صح ان احنا الكيرف طالع. ما بس احنا ما احنا في اتجاهنا للحته دي. بس هي المشكله ان احنا عارف زي ما حضرتك قلت، احنا متاخرين فيها. ولما اتاخرنا فيها، هو سباح طبعا عبد اللطيف ابو هيف كان بيعوم مسافات طويله، احنا حصل عندنا فجأة جاب في حتة المسافة الطويلة، ما بقاش حد بيعوم مسافة طويلة، بقينا حتى كلنا بنعوم في البسين في 50 متر. صحيح. ما بقاش في عوم في البحر، ما بقاش في عوم في المانش، ما بقاش في الحاجات دي، ما بقاش ليها التشجيع اللي زيه كان عندنا زمان. فعلشان كده ده يمكن اللي يعني، هو احنا ما تأخرناش بس احنا ما كناش سابقين في الحتة دي كتير، فاحنا بنحاول نقرب على الناس. انا بقول لك عبد اللطيف ابو هيف بطل عالم خمس لا مرات. لا طبعا لا انا مش بقول لك انا بكلمك مثلا، قصده ان ما عندناش العدد الكبير اللي كان. بس يعني انا هاخد من كلامك نقطه، لان انت برضو قلت نقطه مهمه جدا، انا ارجع لك يا صبر. بس انت قلت فكره ان المنظومه عليها عامل، وكمان احنا كافراد في المجتمع فكره الخروج واننا نسهر واننا برضو عليه عامل كبير جدا، ان هو هنا بقى فكره الافراد. ما دي فكره الفرد وفكره ان انت لازم تبقى عندك يعني العزيمه ان انا لا انا يعني انا ده الصح ده الاصح عندي.
لازم فكره التضحيه ان انا هضحي بالوقت اللي انا هبقى مبسوط فيه او فرحان فيه علشان الميداليه اللي انا هبقى فرحان بعد ما اعملها، عن ان انا انزل اخرج واتفسح وبتاع وفي الاخر اقول انا ما عملتش النتيجه اللي انا عايز اعملها. فهي خلي بالك الفكر ده هو يعني يمكن مش وليد اللحظه دي، تراكم خبرات وتراكم سنوات هو قضاها بره فشاف الناس بتفكر ازاي. بالظبط، وعشان كده سالته الاسباب الفوارق اللي بيننا وبين الخارجي. وانا يهمني برضو اعرف راي ساره، لان ساره مثلا ما بتعرف تضحك لانه طبعا ساره من ساعه ما عرفت ان في طفله 13 سنه عدت في الماتش لا قولي لي يعني الفكر ده موجود عندك، يعني انت ما سافرتيش بره بس في لاعبين مثلونا طلعوا بره ورجعوا بالفكر ده، لمستيه؟ هل بتحاولي تطبقيه في حياتك؟ هو مبدئيا كده انا ماليش في الكلام الكبير ده خالص، فمش لا يعني مش قصدي يعني انت برضو محتاج تضحي، انت عايزه تجيبي ميدال، عايزه تطلع اولمبياد. خلينا ابسط لك السؤال، انت في عوائق التدريب ايه مشكلته مع الدراسه؟ هل الخلط ده بيعمل لك انت يعني بيأثر عليكي بشكل سلبي او حاجه زي كده؟ بتقول تمريناتك الفجر وبتقولي كمان تمريناتك ال 12 بالليل ومعاكي دراسه، انت لسه 17 سنه يعني ما شاء الله، يعني العمر كله ليك ان شاء الله وتبقي سباحه ماهره يعني، لكن اكيد مشاكل الدراسه والحاجات دي ممكن هل بتاثر عليكي بتعيقك بشكل او بتعطلك عن تمرينك؟ هو طبعا عشان اتعودت وكده، ف بصحى مثلا تمرين الفجر فبعديها بروح على المدرسه، فبحاول اظبط الوقت وكده، ولما برجع بيبقى في عاده تمرين تاني بعديها لو قادره بقعد اذاكر غالبا. طب حتى الحاجات اللي انت بتحبيها بلاش المدرسه، يعني هل خروجاتك مع اصحابك، سفرك مع اسرتك مثلا في الصيف، الكلام ده اكيد بتضحي بيه، يعني في اوقات كتيره جدا هم يسافروا وانت تفضلي. صحيح. هو ده الكلام اللي بنقوله يعني. فشايفه ان ده حاجه بتضايقك ولا انا لا عندي استعداد ان ادفع الثمن عشان اقدر اجيب ميداليه؟ طبعا يعني بتضايقني لما بلاقي كل الناس مثلا في الصيف مسافره وانا قاعده في البيت بتمرن، بس طبعا بتبسط بعد كده زي ما محمد قال. لما الاقي نتيجه وكده للتعب اللي انا تعبته. النجاح بينسي كل حاجه. صحيح. بس كويس انت يعني مشروع منتاليتي مظبوطه طالعه صح، يعني ما شاء الله صغيره بس انت ماشيه على التراك المظبوط، يعني شاطره في المدرسه بقى على كده. احنا في رمضان. لا خلاص، هو بابا وماما قاعدين بقى بيشوفوا، هم اللي هيشهدوا ان انت شاطره ولا مش متعبه معاهم. بس بمناسبه بقى بابا وماما، مين اللي بيتعب معاكي اكتر، بابا ولا ماما؟ هما طبعا الاثنين، بس ماما بتوديني التمرين وتجيبني وكده. فعلا لازم، ما فيش سباح او سباحه او لاعب رياضي سالته احمد مين بيتعب معايا اكتر، قولي الاثنين. انت لو سالت بناتي في اي حتى بعيد عن السباحه هيقول لك ماما، انا مش عارف ايه العنصريه اللي انتوا فيها دي، يمكن محمد يقول حاجه ثانيه مختلفه. يعني والله هما الاثنين كانوا دايما واقفين في ظهري يعني في التشجيع. مين اكتر سبورت ليك؟ مين دعمك؟ مين اصلا اللي خلاك تفكر انك تروح المجال ده، خاصه ان انت عارفين زي السباحه من الالعاب اللي هي بعيد عن كره القدم، فبالتالي مين اول حد قال لك ان انت تقدر تحقق حاجه في اللعبه دي؟ هي والدتي، يعني والدتي هي اللي كانت بتقوم زمان يعني. لا بس اجابه والصراحه يعني مش مهم احنا عايزين اجابه ايه، بس الصراحه لازم تتقال. كمل يا محمد. هي والدتي اللي كانت بتقوم معايا، وبعدين يعني والدتك كانت سباحه؟ كانت بتعوم زمان. كانت سباحه زمان. عرفت الاجابه فين بقى؟ كانت في النادي الاهلي ولا خارج النادي الاهلي؟ لا كانت خارج النادي الاهلي. بس بتعوم؟ بس والله كانت بتعوم. بس هي بطلت وهي صغيره يعني، بس هي اللي دخلتني في موضوع ان انا اجرب موضوع السباحه، وواحده واحده الدنيا اتحسنت مع المدربين. مين؟ طب ازاي انت ليك اخوات؟ انا ليا اخت. طب ازاي قلب مامتك جالها الجرأه ان تقول لك سافر امريكا وروح؟ خلي بالك انت الوحيد، يعني ولد الوحيد وفي البنت الوحيده، فبيبقى صعب جدا على الام انها تقول لابنها الوحيد سافر. هو والله كانت صعبه على الاثنين يعني، هي كانت صعبه في كل الاحوال، بس هم عارفين ان هي كانت ان انا كنت محتاج. لا الاب ممكن يدوس على قلبه، الام لا. بس يعني تحيه لوالدتك، لان في حقيقه قرار كان عايز شجاعه، وهي دلوقتي شايفاك ما شاء الله اكيد على الشاشه فرحانه بيك. الحمد لله. فانت ما خذلتهمش. انت عارف يا محمد ان النادي الاهلي له باع طويل جدا في السباحه من البدايات، يعني يمكن اول حمام سباحه في النادي الاهلي كان 1945، وكان عندنا فريق بطل للناشئين والناشئات 1965. ف ده دفعك ان انت، انا عرفت ان انت قبل الهوا كنت في نادي اخر وانتقلت للنادي الاهلي، قيمه النادي الاهلي مثلت لك ايه بقى في اللعبه دي؟ والله قيمه النادي الاهلي في اللعبه، انا بما اني كنت بعوم في نادي تاني، فانا كان دايما عندي المنافسه بالنسبه للنادي الاهلي، لان النادي الاهلي دايما عنده سباحين كتير، عنده المكسب يعني، هو دايما بيبقى اقوى في البطولات، ففكره ان انا بنافس السباحين نفسها دي اللي كانت صعبه. فلما
انضميت بقى للحته دي. بس انا طول عمري يعني بقى الموضوع احسن لي، بس انا طول عمري انا اهلاوي من يعني من صغري في كده يا عم الكوره. لا يعني عملت ايه في هدف محمد بنيت الناس شفت الماتش اللي فات؟ شفت الماتش شفت ايه يا ساره الماتش اللي فات؟ انت كليك كنت قاعده مذاكري ساره في السباحه والمذاكره. طب الله يكون في عونها لسه هي مصدومه 13 سنه عدت المنطقه. طب محمد وساره بقى السؤال يعني مشترك ليكم انتوا الاثنين بما انكم في النادي الاهلي، حاجات بقى في حياتكم الشخصيه استفدتوها من وجودكم داخل النادي الاهلي؟ احنا دايما عندنا حتى يمكن كلمه عند الجماهير بيقولوها دايما الاهلي عندي بالحياه، فبالتاكيد في مواقف كتير جدا بعيد عن الرياضه بنستفيد على المستوى الشخصي بقى، المستوى الاخلاقي، على مستوى حياتكم بقى استفدتوا ايه من وجودكم داخل النادي الاهلي؟ ده مش سؤال صعب بقى صار. نبدا بمحمد يمكن يغششك الاجابه، اتفضل يا محمد. يعني ما بتحس انك عندك الظاهر نفسه، عندك يعني الكيان كما بنقول، هو يعني عزو. انت يعني عيله واحده بنتحرك، يعني لو في اي حاجه محتاجها ترفع سماعة التليفون كابتن وائل عزت، انا عندي مشكله كذا تلاقي المشكله اتحلت على طول. دي الفكره، انك تعرف تلاقي كانك بتدور على بابا اللي هو صحيح. انا محتاج كذا فتلاقي الحاجه موجوده على طول. صحيح. لكن استفدت انت بقى ايه بقى؟ ده انعكس على حياتك انت الشخصيه في ايه؟ يعني مثلا تبقى رقم واحد دايما حتى في المجالات الاخرى غير مجال السباحه، انك دايما عندك اصرار على انك تكون في المقدمه، انك دايما عندك اصرار انك تكون الافضل. ما بغششك ها؟ ما ده طبعا علشان يعني لما تلاقي دايما النادي الاهلي اول في يعني في كل شبه الرياضات، فبالنسبه لك ده حاجه ان انت تخليك ان دايما المينتاليتي بتاعتك انا عايز دايما ابقى كسبان، لازم دايما ابقى في الاول، لازم دايما ابقى بشرف ده، لازم يعني زي ما في اي وقت حتى لو بتيجي يعني ده ينطبع في العكس كمان، ان انا لما تروح للمنتخب انت عايز مصر تبقى اول حاجه، مش عايز دول ثانيه تبقى قدامك، مش عايز اي حاجه، فبتعلي من التنافس يعني. صحيح. طب ساره قول لنا بقى رايك. طبعا اهل طبعا ده، وبعدين بس ايه ما كنتش حاجه. انت اتعلمتي ايه في الدراسه مثلا، في حاجه في حياتك الشخصيه استفدتيها من وجودك داخل النادي الاهلي؟ طبعا لما مثلا يبقى في امتحانات او كده في المدرسه طبعا ببقى حاطه قدامي اللي هو انا فعلا ببقى جاهزه ان انا اطلع الاولى او كده، عشان النادي الاهلي زي ما محمد قال دايما في معظم طبعا الرياضات دايما الاول وكده. ف اكيد ان شاء الله يا ساره طبعا بنتمنى ليكم تحقيق احلامكم، وان شاء الله تعدي المنش، وانت محمد باذن الله تكون اسم في تاريخ الاولمبياد ويحقق لنا ميداليه. سعدنا بيكم النهارده في ليله جميله في رمضان في بيتكم في الاهلي في قناه النادي الاهلي. ان شاء الله تحققوا الميداليات. ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين. ودلوقتي هنروح لفاصل، وانتظرونا بقى مع نجم من نجوم الجيل الذهبي للنادي الاهلي بعد الفاصل ان شاء الله، كابتن محمد حشيش واسرار كتيره جدا، انتظرونا. اهلا وحضراتكم من جديد، ومعانا نجم من نجوم الجيل الذهبي. انا بعتبر دايما جيل الثمانينات هو الجيل الذهبي، هو الجيل صاحب الفضل الكبير في حصول النادي الاهلي على لقب نادي القرن عن جداره واستحقاق. جيل قدر في 6 نهائيات متتاليه يوصل لبطولات افريقيه سواء ابطال الكؤوس او ابطال الدوري، حقق بطولتين ابطال دوري 82 و87، فقد بطوله امام كوتوكو 83، وحقق 3 بطولات متتاليه في ابطال الكؤوس. اكيد في اسرار كتيره جدا هنتناولها مع نجم النهارده الكابتن محمد حشيش، واكيد هنتكلم عن مباراه القمه، بس نرحب بيك الاول. اهلا بحضرتك كابتن. اهلا ابو حميد. اهلا بيك يا كابتن، منورنا ورمضان كريم. الله اكبر. قول لي بقى اجواء رمضان مع حضرتك ايه، وخاصه ان اجواء رمضان دي فيها قمه وقمه جميله. يعني طول عمره رمضان شهر كريم، شهر محبه، ذكرياتنا فيه كثيره من الصغر، والذكريات ما بتنتهيش والاحداث ما بتنتهيش في شهر رمضان. يكفي ان الاسر بتتلم في رمضان، يمكن الترابط الاسري ما بقاش زي الاول زي زمان، انما الى حد ما رمضان بيجمع الناس تاني وبيلم الاسر تاني، ويعني اعتقد ان فيش حد فينا مثلا دلوقتي في بيته بيقعد ياكل زي زمان كل الاسره مع بعضها. افهم من كده ان حضرتك اتفرجت على الماتش مع الاسره ولا مع الأسرة؟ طبعا انا ماتشات اهلي وزمالك يعني لازم في البيت ومع الاسره او لوحدي يعني، عشان ببقى منفعل شويه يعني. طب اجواء بقى قبل المباراه دي في ظل الغيابات، وكان شعور حضرتك ايه قبل المباراه
واثناء المباراه وبعد ما تحقق فوز انا بعتبره فوز تاريخي يعني في ظل الغيابات دي. بص يا ابو حميد انا هحكي لك، انا كنت قبل الماتش يمكن بيوم او يومين في لقاء كده مع ناس يعني زملكاويه وكانوا بياخدوا راي يعني سهره رمضانيه كده يعني. فطبعا كانت المؤشرات كلها، انا اتكلمت وقلت المؤشرات كلها متجهه لناحيه في ظل الغيابات طبعا، في ظل الغيابات والدوافع كمان يعني المفروض الطبيعي ان نادي الزمالك يكون الدوافع بتاعته اكتر بالزبط من النادي الاهلي. اول حاجه عشان يصالح جماهيره بعد الخروج من دوري المجموعات في بطوله افريقيا. اول مباراه اهلي وزمالك بعد القضيه لقاء القمه في طبعا البطوله الافريقيه اللي فاتت، فضلوا يعني البطوله الاساسيه اللي هي بطوله الدوري ومعها طبعا بطوله الكاس، بس بطوله الدوري هي طبعا البطوله الاكبر والاساس يعني بالظبط. فكان مهم جدا ان هو يعني يكسب المباراه دي عشان يعيد الثقه لجماهيره ويخش طبعا في البطوله بقوه، لان طبعا هو كان متصدر قبل الثلاث مؤجلات بتاعه النادي الاهلي بالضبط. المباراه دي طبعا زي ما انتم عارفين انها بسته بونت ومش بثلاثه، صحيح يعني انت مع المنافس، فكان هيفرق يعني في ماتشات دايما بتبقى محطات كده في البطولات، ده منهم الماتش ده منهم لاستعاده ثقه واستعاده حاجات كثيره، خصوصا طبعا للمشاكل الاداريه اللي موجوده في نادي الزمالك اللي كلنا عارفينها من تجديدات ومن حاجات وفلوسه، فكان مهم جدا بالنسبه لهم. فالمفروض ان اللعيبه عارفه الكلام ده كله، والاجهزه الفنيه اللي عندهم او الجهاز الفني طبعا لازم يكون قايل لهم على الكلام ده كله. بالاضافه كمان ان نادي الزمالك عنده ثبات في التشكيل خلال الفتره اللي فاتت، مأدي بشكل كويس في الماتشين الاخرانيين بتوع افريقيا، مكتمل الصفوف ما عندوش اي غيابات. في المقابل النادي الاهلي داخل المباراه دي وهو الفريق الاساسي كله مش موجود، غيابات مؤثره جدا جدا، حاله طبعا من الاجهاد في بعض التشتيت لانه لسه في بطولتين، لسه استمراره في بطوله افريقيا اللي هو باذن الله طبعا يعني هدفه الاساسي طبعًا فيها طبعًا ان هو ان شاء الله يحقق العشرة السنه دي. كذلك برضو ان هو النادي الاهلي بيلعب الزمالك وهو ناقص والزمالك مكتمل الصفوف، وغياب الشناوي في وقت قصير يعني الشناوي عمود بالاعمده الرئيسيه اللي بيمثل نسبه كبيره من اداء النادي الاهلي وثقه النادي يعني الاهلي، علي علي ما لحقش حتى يتعدي كويس المباراه بالظبط يعني الجون اللي انت بتعتمد عليه او يمثل 50% من قوتك الدفاعيه ما لعبش ما استعدش بشكل، وبعدين جميل. انت يعني عندك اماكن معينه فيها الاساسي وفيها الاحتياطي مش موجودين بالظبط، فانت بتجيب لعيبه من حته تانية تحطها، كل الكلام ده يحط الكفه او يتقل كفه نادي الزمالك. الحقيقه فوجئنا في المباراه. طب انت كان رايك ايه يعني احمد بيقول لك انت توقعت ايه؟ انا رايي ونزلت بوست بعد المباراه قلت الاهلي بنحضر المقوله بتاعتنا ده حقيقي. لان على مدار الاجيال كلها حصل للنادي الاهلي ظروف كثيره، والظروف الصعبه دايما بتبين معدن لعيبه الاهلي فعلا، ده الكلام ده حقيقي. احنا يعني في بعض الناس يقول لك يعني انت بتتكلم بس اي كلام او انتوا دايما تقول المقوله دي، لا ده النادي الاهلي بيثبتها كل يوم. يمكن الكلمه دي ايه الكلمه دي احمد بتزعج البعض الاهلي بيحضر، لا ده البعض بيقلل ولا الف فوق الجميع، الكلمتين دي بتزعج كتير. ومبادئ كلمه مبادئ ان البعض بدا يقلل من قيمه النقص في الصفوف عند النادي الاهلي برغم ان دول ست لعيبه اساسيه لعبوا في مباراه القاضيه على حد تعبير حضرتك. المنافس لما بيتصاب عنده واحد او اثنين بيقعد قبلها باسبوعين ثلاثه بشهر ياهل الناس عنده ان غيابات ونقصه، انما النادي الاهلي فيهوش الكلام ده خالص، ودي شفنا اكبر دليل على المكسب. المكسب ما جاش كده بالصدفه، المكسب كمان الحلو فيه انه اداء صحيح وثقه، ما تحسش ان اللعيبه دي غايبه. لعيبه بتكلم عن النادي الاهلي بقى لعيبه النادي الاهلي شخصيه الفريق كمان ما تقولش الكلام ده خالص. احنا يعني مراسل قناه النادي الاهلي مينا ماهر في فرع النادي الاهلي بالجزيره عشان ينقل الاجواء وتمرين الكوره والاخبار عنده، اتفضل يا مينا.
تحياتي ليك يا كابتن هيثم، وتحياتي ليك يا زميلي احمد، وتحياتي كل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. كل عام وحضراتكم بخير ورمضان كريم. بالفعل انتهى تدريب الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي من ملعب مختار تيتش استعدادا لمباراه امام خصم عنيد وقوي جدا فريق سموحه. طبعا المباراه ضمن مؤجلات الاسبوع ال11 ضمن فعاليات الدوري المصري، بكره ان شاء الله تقام على استاد الاهلي والسلام الساعه 9:30. يعني انا شايف ارتياح وتفاؤل كبير جدا في صفوف فريق الكره بالنادي الاهلي، وارتياح يعني في صفوف الجهاز الفني والاداري وكل اللاعبين بعد الفوز بديربي القمه امام فريق نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف. الحقيقه يعني كنا بنقول ان في غيابات كتير في صفوف النادي الاهلي ومباراه هتكون صعبه، ولكن الاهلي بمن حضر قدر يفوز على الغريم التقليدي النادي الاهلي ويعزز من موقفه في ان شاء الله طريقه لصداره الجدول. النهارده حضر تدريب كابتن محمود الخطيب، وده الامر المعتاد اللي بنشوفه من كابتن محمود، انه دايما بيؤازر الفريق ودايما بيتابع الفريق ويتكلم مع اللاعبين والجهاز الفني. كان في حديث مطول مع كابتن سعد الحفيظ ومستر بيتسو وسيماني قبل المران. دايما بيحب كابتن محمود الخطيب انه يحضر التمرين، ودايما بيشجع اللاعبين على اهميه المباريات في الفتره القادمه. ايضا يعني بدا التدريب بجلسه فنيه مع مستر بيتسو وسيماني مع اللاعبين، وبيتكلم معاهم في الايجابيات والسلبيات خصوصا الفتره اللي فاتت، في كمان المباريات اللي فاتت. كان بدايه اول ما نزلوا الملعب كان في بورد او لوحه بيشرح عليها تكتيك عايز يجربه، كان بيشرح عليها استراتيجيات لعب جديد عايز يجربها مع جميع اللاعبين، وده بالفعل حققه. اول ما اللاعبين نزلوا ارض الملعب كان في فقره بدنيه في البدايه، فقره طويله بدنيه، وبعد كده كان بينفذ جميع الجمل التكتيكيه اللي تم يعني الكلام فيها مع اللاعبين، وكان في تقسيمه كمان تعتبر شبه نهائيه ل التشكيل الاساسي لمباراه غدا. لو عايز اتكلم عن مباراه الاهلي، يدخل المباراه في المركز الثاني برصيد 30 نقطه من اصل 12 مباراه، وليه 3 مباريات مؤجلين. سموحة في المركز الثامن برصيد 24 نقطة من أصل 17 مباراة. حقيقة النادي الأهلي الفترة الجاية عنده زحمة من المباريات، عنده مباريات بشكل تقريبا كل 3 أيام مباراة، ده كمان عشان المباريات اللي كانت مؤجلة، وأيضا في مشوار الدوري هيكون بعد مباراة سموحة عندنا مباراة إمبي يوم السبت 24 إبريل، ويوم الثلاث 27 إبريل مباراة أمام المصري، ويوم الجمعة 30 إبريل أمام فريق الجونة. لو عايز اتكلم معاكم عن الغيابات واللاعبين اللي موجودين متواجدين بعد الاصابات، يعني الشناوي شارك امبارح بشكل اساسي وقوي جدا في التمرين لاول مره بعد عودته من اصابه فيروس كورونا، والنهارده كمان كان متواجد بصراحه بيأدي باداء اكثر واقوى من المتوقع. الشناوي واحد من اللعيبه الرجاله اللي دايما بنشوفهم متالقين في اي وقت وتحت اي ظرف. كمان محمود متولي جاهز للمشاركه في المباريات القادمه بعد العوده من الرباط الصليبي. كمان عندنا محمد محمود هيكون متواجد ان شاء الله في اول شهر مايو او في خلال 15 يوم، طبعا ده بناء على التقارير الطبيه. كريم نيدفيد ان شاء الله كمان اسبوع هيبقى متواجد مع الفريق بشكل اساسي. محمد هاني بدا تدريبات تاهيليه، ويعني في خلال اسبوعين هيكون متعافي من الاصابه ومتواجد مع الفريق بشكل اساسي. علي معلول بدأ الجري حول الملعب يعني امبارح، ودلوقتي شغال في التدريبات التأهيلية، ده طبعا ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي. ياسر ابراهيم بدأ مشاركة امبارح في التدريبات وجرح حوالين الملعب، وان شاء الله في خلال اسبوع، حتى كنت اتكلم مع ياسر قبل التمرين تبقول له جاهز ان شاء الله في خلال الأدية تكون راجع، علي في خلال اسبوع ان شاء الله تكون جاهز للمشاركة مع الفريق. مينا بعد جونيور اجايه طبعا عارفين من خلال في مينا اللعيبه بقى بعد القمه دايما بيكون في اجواء احتفاليه وكده، طبعا عندنا مباريات بشكل مستمر، هل انت نقل لنا شعور اللاعبين حاليا ومدى استعدادهم بشكل كافي لمباراه غدا ان شاء الله امام سموحه، خاصه ان المباراه صعبه جدا والغيابات زي ما انت ذكرت دلوقتي كتيره جدا؟ الحقيقه لو عايز اقول لك اللاعبين كانوا بيتكلموا عن مباراه القمه، لا الموضوع من امبارح من ساعه التمرين امبارح مستر بيتسو موسيماني قعد واتكلم خلاص مباراه القمه، خدنا 3 نقاط مهمين، طبعا مباراه مصريه بيستناها كل الشعب المصري وكمان قطبين الاهلي والزمالك، ولكن خلاص احنا فزنا في المباراه، نبدا بقى نركز في اللي جاي. عندنا زي ما قلنا زحمه من المباريات، عندنا يعني
اكتر من لاعب تقريبا. كابتن سامح حفيظ كان بيقول عندنا فرقه كامله بره غايبه عن النادي الاهلي الفتره القادمه، فما فيش وقت حتى تهاون او استهتار بنقطه واحده. الاهلي بمن حضر زي ما حضراتكم كنتوا بتقولوا، زي ما كل الاهلاويه كانوا بيتكلموا، كل اللعيبه مركزين الفتره الجايه. عندنا بكره سموحه، عندنا ام بي، عندنا مصري بعد كده، مركزين ماتش بماتش ان شاء الله. النادي الاهلي يقدر يرجع لمكانه الطبيعي بعد المؤجلات ويرجع متصدر الدوري، جدول الدوري العام، ويقدر ان شاء الله يحسم بطوله الدوري. دي كانت كل الاخبار والكواليس المتعلقه بفريق كره بالنادي الاهلي. لو في اي استفسارات او اسئله انا معاكم. رمضان كريم، وعود ليكم مره اخرى في الاستوديو. الله اكرم، وشكرا يا مينا، كفيت ووفيت ونقلت لنا كل الاجواء ووصلتها لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، فبنشكرك جزيلا. اعتقد عندنا مباراه مهمه جدا بكره طبعا. كابتن، وكالعاده النادي الاهلي خلاص الفوز بيعدي اليوم، فبنفكر في اللي جاي، وعندنا ضغوط مباريات كبيره جدا واصابات كتيره جدا، فشايف مباراه بكره سموحه ازاي برضه؟ قبل ما نتكلم على مباراه بكره لازم في كام نقطه بس اكلمها على مباراه القمه عشان ما تعديش. هنرجع احنا، لا احنا قاعدين في القمه. اصل هي يعني مهمه جدا، لان انا شايف طبعا يعني انا ببارك اللعيبه كلها، اللعيبه كلها كانت يعني على قد المسؤوليه. الجهاز الفني لعب بطريقه من البدايه على اعلى مستوى. شفنا النادي الاهلي من اول ثانيه راكب المباراه، استحواذ نقلات بتوصل ل 30 و35 باص في معنى الهدفين. طبعا كل اللعيبه كانت متفوقه على نفسها، الروح، التركيز، العزيمه طبعا من اول دقيقه. يعني معلش يا كابتن، انا عايز اقول حاجه، انت ممكن اللعيبه تدي حضرتك احساس ان انا نازل ادافع يا رب طبعا. يعني اللي عند الناس مش عند اللعيبه طبعا، طبعا اللي عند الراي العام قبل الماتش ما كانش اللعيبه نازله عارفه انها هتكسب من اول من البدايه في ثقه. انت عشان موضوع الاستحواذ ده مش سهل، ان لعيبه تبقى مهزوزه تقدر تعمل استحواذ في الملعب، لازم يبقى عندها ثقه كبيره في نفسها وقدرات انك تقدر تنقل، وبالذات كمان في نص الملعب النقل. يمكن ورا ممكن يكون الزمالك بيلعب متراجع، بيلعب نص ملعب، فالنقل سهل ورا، انما انك توصل بعد نص الملعب وتبتدي تعمل استحواذ وتنقل وتدور الكره من اليمين والشمال لغايه ما تلاقي ثغرات ومن اول دقيقه هدفك المرمى. دي الموضوع ده ما كانش سهل. وبصراحه يعني انا وزي جميع الاهلاويه اتفاجئنا بالثقه الكبيره بتاعت اللعيبه. ما حسيناش فعلا ان في نقص عددي، ما حسيناش ان في غيابات، كل واحد مالي مركزه. اللي عايز اتكلمه بقى في النقطه دي، ودي النقطه مهمه اعتقد ما حدش اتكلم فيها، كل الاتجاهات راحه على موسيماني وبتشيد بموسيماني. انا كمان يا جماعه بأشيد بمدرب حراس المرمى بتاع النادي الاهلي. صحيح يا كابتن، صحيح. يعني الراجل ده اولا علي لطفي بقاله قد ايه ما لعبش؟ لعب الموسم ده 3 ماتشات وده الرابع. من كام؟ من قد ايه؟ ده هو الكابتن قصده قبل المباراه. الموسم كله المركز كمان ما هو في لعيبه ما لعبتش بس رجلها في الملعب، انما مركز حراسه المرمى ده لازم يكون رجلك في الملعب. ده حقيقي. انت فاهم ازاي؟ وتنزل على ايه؟ على وتنزل الاهلي وزمالك، وتنزل كمان غيابات. ده غيابات كمان. اول حاجه بتهم حارس المرمى ان الخط اللي يكون قدامه ده يكون في انسجام ضربه الجزاء دي معانا. انما انت بتتكلم على الطرفين غايبين الاساسيين. بالظبط، دي نقطه مهمه انت جدا. انت فاهم ازاي؟ حتى القلب يعني رامي لسه برضو داخل، كان بيلعب بنون وكان بيلعب ياسر بقى لهم فتره. في نقطه كمان يا كابتن، ان بدر بنون ما لعبش على عدلته اللي بيلعب عليها لما كان موجود ايمن اشرف، مضطر ان هو يغير عدلته عشان رامي ربيعه ثنائيه مختلفه معاه. فانت بتتكلم على الكلام ده وبتلاقي حارس مرمى احساس ان هو اللي كان بيلعب على طول. صحيح، ده حقيقي. ثقته في الكور العاليه وفي الانفرادات وضربه الجزاء والكره الاخيره اللي جابها صعبه جدا جدا في وسط الزحمه. فلازم نشيد بمدرب الحراس اللي هو جهز الراجل ده نفسيا قبل ما يجهزه بدنيا. ده حقيقي. وكان التجهيز النفسي ده اهم من الفنيات، لان الفنيات هو بياخدها خلال فترات التدريب، انما التاهيل النفسي في ماتش زي ده اهم شيء. يعني حاجه، لان برضو الناس يعني جمهور الاهلي بالتحديد ما بيديش مبررات. صحيح. لا قدر الله حصل اي حاجه، مش هو اصله ما كانش بيلعب. فالحقيقه كان متفوق على نفسه، وده بيدل ان علي لطفي مركز كويس قوي في التدريب خلال الفتره اللي فاتت. بحيي كمان مجلس اداره النادي الاهلي انه ابقى على مدرب الحراس اللي كان من ضمن جهاز فايلر. هو كمان على فكره كان رغبته، بس استاذن حضرتك نطلع لفاصل. طبعا اعزائي المشاهدين، هنطلع لفاصل سريع ونكمل كلامنا عن لقاء القمه وكل الظروف المحيطه حواليه، ولكن بعد الفاصل.
اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بالشيف الكبير محمد خطاب واللي انضم لنا في الاستوديو. اهلا بيك يا شيف محمد. الله يخليك، كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب، رمضان كريم. وانت طيب، صلاه وسلام. نرجع الفترة اللي مستنيينها من بعد طبعا طبعا يعني هنستمتع طبعا ب يعني ساعات بعد المغرب. ها لا والله موجود كابتن محمد حشوش لسه بيسال ده ديكور ولا لا امريكاني. لا يا باشا فعلا فعلا يعني كلام. لا يا كابتن لا، في افطار ان شاء الله سحور 10 على 10. تمام اتفضل. نرجع طبعا للكابتن الكبير كابتن محمد حشيش، نجم النادي الاهلي وطبعا نجم جيل الذهبي في نادي الاهلي جيل الثمانينات. كنا بنتكلم على لقاء القمه وتاثيره على ماتش بكره. مدرب حراس المرمى وقفنا على عند مدرب حراس المرمى. زي ما بقول لك طبعا يعني نجاح كبير جدا لمدرب الحراس انه يقدر يجهز لعيب او حارس مره بالتحديد بقى له فتره كبيره ما لعبش، ومركز حراسه المرمى من المراكز اللي لازم يكون رجله في الملعب دايما عشان بيلعب تحت ثلاث خشبات والتحركات فلما ينزل وينزل قدام المنافس التقليدي في مباراه قمه ويبقى بالشكل ده وبالثقه دي وبالثبات ده، فده حاجه يعني زي ما بقول لك حاجه تحسب لمدرب الحراس، وحاجه فعلا تحسب برضو لمجلس اداره النادي الاهلي انه ابقى على مدرب الحراس بعد ما كان من ضمن طبعا الجهاز بتاع بس على فكره دي كان رغبته كمان، هو رغبته يعني. والاهلي حقق له الرغبه، ممكن يكون رغبته بس عايز يغير النادي. بتشوف ازاي يعني دايما في كل الانديه في العالم بيكون دايما رقم واحد في مكانه بعيده قوي عن رقم اتنين. تمام. بتشوف ازاي ان انت بيكون غايب عندك 6 لعيبه اساسيين وتلاقي ان اللي بينزل مفيش فارق كبير بين رقم واحد ورقم اتنين في سكواد النادي الاهلي؟ اعتقد 6 لعيبه في مباراه ديربي ده موضوع صعب جدا. ببساطه شديده هو ده سر الخلطه في النادي الاهلي. النادي الاهلي لعبته تجهيزها النفسي وحبها وانتمائها للنادي الاهلي وحبها للجماهير الكبيره دي اللي دايما عايزين يسعدوا جماهيرهم. من المنطلق ده انت بتبقى نازل حاطط في دماغك مكسب. صحيح. انت باي ظروف وشفنا يا جماعه تجارب كتير قبل كده لما النادي الاهلي لعب الناشئين قدام زمالك فول تيم لعيبه كبار في الزمالك وكسب، ودول بقى مش مثلا يعني فريق كبير وفي اصابات وما لعبوش، دول لعيبه صغيره خالص. عشان حضرتك كنت شاهد على العصر. طبعا طبعا. فالنادي الاهلي طول عمره زي ما بقول لك معدن النادي الاهلي، قوه النادي الاهلي في انتماء لعيبته للفانيلا الحمراء. اللعيبه انت نازله، انا بصراحه كنت مستغرب يا جماعه، انا ما كنتش كابتن في الوقت ده. خلينا نكون واضحين كده، بدا يتجه لفكره الاحتراف وان الماده هي الاساس. تمام. دلوقتي ودايما احنا عندنا في النادي الاهلي بنتكلم عن فكره الانتماء، شايف ده ممكن يكمل ان شاء الله في مع لعيبه النادي الاهلي الفتره اللي جايه دي برغم الاغراءات الماليه اللي بتحصل في السوق دلوقتي؟ بص، هي هترجع برضو لشخصيه اللعيب. تلات ارباع لعيبه النادي الاهلي وخصوصا اللي هم اولاد النادي الاهلي عمرهم ما يفرطوا في النادي الاهلي بسهوله. يعني اللعيبه خلينا ناكد ان النسبه 75% عشان البعض ما ياخدش يقول ما في بعض الناس فرطت. فاحنا بص انا عايز اقول لك حاجه، هو النادي الاهلي كمان قادر على انه حتى اللعيب اللي ما بيبقاش ابن النادي الاهلي غريبة وبيجي بيندمج. لا ده المحترفين كمان يا كابتن. طبعا يعني علي معلول شفناه جاي، يعني المحترفين نفسهم انتمائهم بيزيد مع الوقت النادي الاهلي. ما بيجيش هذا من فراغ، هو دخل النادي وشايف استقرار في كل حاجه، استقرار اداري واستقرار فني وامكانيات كويسه، النادي الاهلي بيوفر للاعيبته كل حاجه هم عايزينها، لائحه على اعلى مستوى. سيبك من ده كله بقى، الجمهور العاشق للنادي الاهلي ده سواء داخل مصر او خارج مصر، فكل الكلام ده مش سهل ان لعيب، لان اي لعيب ده انا لعبت في تونس وكان ليا في الملعب التونسي وكان لي تجربه هناك. النادي الاهلي قصه تانية خالص، النادي الاهلي حاجه تانية خالص. يمكن ده بيخلي في الاخر ان الفاليو نفسها او القيمه مش فلوس. طبعا يبقى انا ممكن اقبل بعقد انا شايف جاي لي اغراءات اكتر منه. تمام. ولكن انا ممكن اتنازل ده عشان الكلام اللي حضرتك بتقوله. انا عايز اقول لك يمكن هحكي تجربه يمكن كنا لسه بنتكلم فيها تجربه عننا شخصيا. صحيح وقتها كان مفيش احتراف وكانت هوايه، بس كان الموقف صعب اعتقد ان مش اي حد ممكن يعمله. يعني بعد ما تلعب درجه اولى، انا كنت في اشبال النادي الاهلي من وانا عندي 12 سنه، لعبت طبعا منتخب مصر ومنتخب الناشئين واحرزت البطوله افريقيا، اول بطوله افريقيه لمنتخب شباب في تاريخ مصر، كنا الجيل بتاعنا
بموجب البطوله دي رحنا كاس عالم للناشئين في استراليا، اول منتخب يروح حققنا نتائج كبيره، رجعت على طول لعبت درجه اولى. لما تلعب موسم كامل في النادي الاهلي والموسم اللي بعديه ما كلكش حظ انك تتأيد، ومدير الكوره كان ايامها الله يمسيه بالخير الكابتن حسن حمدي عرض على بعض اللعيبه من ضمنهم انا ان يا جماعه انتوا مش هتتأيدوا معانا الموسم ده، وممكن تتأيدوا ان شاء الله باذن الله الموسم اللي بعده عشان كم كبير من اللعيبه اللي كان موجود ومقيدين طبعا بعدد معين بالظبط. طبعا يعني هتتمرنوا مع الفريق وتلعبوا الماتشات الوديه وكده على اساس ان انتوا ان شاء الله السنه الجايه كل اللعيبه بلا استثناء، وده تاريخ مذكور انا ما بألفوش يعني، كل اللعيبه بلا استثناء رفضت وراحت مشيت سابت النادي، اللي راح المصري واللي راح الزمالك واللي راح كذا، انا الوحيد اللي قعدت في النادي موسم كامل على امل ان انت السنه الجايه على امل ان انا اتأيد. تخيل انت لما تقعد موسم كامل وكنت بتلعب، يعني انا مش مثلا يعني طلعت في الاجبال انت تحصل على عروض احتراف، الزمالك عرض، المصري عرض، الاسماعيلي عرض، الدنيا كلها عرضت، وكان بالنسبه لها ارقام كويسه لانك خارج من النادي الاهلي. بس دي قصه انتماء كنت لعيب تسمعها طبعا، يعني انا بس عايز اكملها، يعني صعبه جدا على اللعيب اللي يكون بيلعب ويقعد موسم كامل بيتمرن ويروح بالظبط، انت فاهم ازاي؟ وتلعب في الماتش الودي وانت حاسس انت مالكش دور، وانا يعني كنت لعيب اساسي وبلعب في افريقيا وخدت البطوله افريقيا مع النادي الاهلي، اول بطوله مع النادي الاهلي، ولعبت في الدوري، تيجي تقعد سنه كامله، انما قعدت السنه اللي بعدها خلاص انا هتأيد، ما كانش فيه نصيب ان انا اتأيد، فقلت خلاص انا يعني اضطريت ان انا امشي، رحت نادي الاسماعيلي وب 8000 جنيه وكان ايامها مبلغ، يعني احنا عايزين نوضح دي للجماهير، كان ايامها مبلغ، رحت امامه كان رايح بصفقه كبيره جدا نجم البلاستيك للزمالك صحيح ب 10000 جنيه وده كان اعلى سعر، ف 8000 جنيه للعيب سنه كامله خارج الملعب، 8000 جنيه برضه يعني مش الرقم اللي لو عملناه يعني مقارنه بالارقام الموجوده برضه مش لا هنا. بس هو كل سعر وقته، يعني هو سعر وقته كان رقم كبير جدا، هي نسبه وتناسب، انت فاهم انا قصدي ايه يا كابتن؟ يعني طبعا دلوقتي عقد اللاعب يقدر يجيب له شقه وعربيه، هو لان وقتها كان الموضوع برضه هوايه في الاول وفي الاخر، ما كانش فيه دخل الانديه لما اخترت برضه ان انا العب ما روحتش النادي المنافس، انا روحت نادي الاسماعيلي لان نادي الاسماعيلي من اقوى واحلى الانديه في مصر اللي بتلعب كوره ولها جمهور جميل، يعني اي حد يتشرف ان هو ينتمي للاسماعيلي. يعني رحت قعدت 3 شهور لعبت الدوره الصيفيه معاهم اللي كانت في اسكندريه، ومع بدايه اول ماتش في الدوري كان اسماعيلي وزمالك في الاسماعيليه، طبعا يعني مش عايز اقول لك الاسماعيليه كانت عامله ازاي. النادي الاهلي كلمني تاني، كان حصل ظروف في الفريق لاصابه كابتن الفرقه وقتها، وعايزينك طبعا، ده انا هلعب بكره يعني هلعب بكره ماتش والناس وقصه، لو لعبت الماتش ده هتضطر تكمل، ده انا لو اتحطيت في السكور حتى بس ما لعبتش لازم استنى موسم كامل، عشان الناس برضه تبقى عارفه لازم استنى موسم كامل عشان تقدر تتنقل لنادي تاني. ما كانش في يناير ولا في انتقالات ولا مفيش كلام من ده خالص. فلقيت نفسي بتجه على طول على النادي الاهلي، سبت المعسكر بالليل وروحت على القاهره، وحصل ظروف معينه كده، الاسبوع اللي بعده كنت بلعب مع النادي الاهلي، كنت بلعب الاهلي والاتحاد في استاد القاهره. لا فكرت بقى ان انا قعدت سنه ما بلعبش ولا سابوني سنه ولا كذا ولا لا، واللي بعدها كمان عايز اقول لك حاجه، ال 8000 النادي الاهلي ما دفعهاش، انا دفعتها من جيبي تاني. ده حقيقي فعلا؟ طبعا ده حقيقي، عشان تقدر، انا بتكلم على الهوا والناس في النادي الاهلي والمسؤولين سامعيني، مش هقدر اكذب. ما سالتش ان اتقال لك امشي، لا تعالى، لا حب النادي الاهلي حاجه ثانيه، بالعكس انت ما فكرتش في كل ده، حب النادي الاهلي حاجه ثانيه، انتمائك للنادي الاهلي، وجودك، احنا عايشين لغايه دلوقتي على حس النادي الاهلي. انا ما تقليش انت مع كابتن محمد حشيش لعيب المقاولين العرب 5 مواسم، خدت مع المقاولين العرب كاس مصر، لعبت في الرايان القطري، لعبت في الملعب التونسي ووصلت لكاس تونس، كل اللي بيكلمك كابتن محمد حشيش لاعب النادي الاهلي، يظل الانتماء يا كابتن له قيمته، هو بالتاكيد جماهير النادي الاهلي بتقدر الانتماء، وصدقني الانتماء ده ما يتقدرش بفلوس بالتأكيد. صدقني ما تقدرش بفلوس، لان الانسان برضو لازم، لان النادي الاهلي كمان بيكبر ولاده في كل حته، بيكبرهم، وجودك في النادي الاهلي حتى لو انت مش لعيب بس بتنتمي للنادي الاهلي فانت طول عمرك كبير. التاريخ سيظل محفور في ذهن كل اهلاوي الحقيقه، والتاريخ يفخر به كل جمهور النادي الاهلي. ارجع طبعا لضيفي كابتن محمد حشيش، يمكن كابتن كان ليك تجربه في محطاتك الكتير الحقيقه مع الملعب التونسي، محتاجين نعرف يعني ذكرياتك عن هذه التجربه. هو طبعا انا لعبت فتره 5 مواسم في المقاولين العرب، وخدت مع المقاولين العرب كاس مصر سنه 90
اهلنا ان احنا نمثل مصر في البطوله العربيه الانديه ابطال الكؤوس. كان النادي الملعب التونسي بيلعب في المجموعه الثانيه واحنا في البطوله. انا الحمد لله لعبت البطوله كلها ولعبنا النهائي. جالي العقد من هناك ان انا اروح تونس. طبعا كنت قبل كده رحت تونس من خلال المباريات الافريقيه مع النادي الاهلي، فقلت اخد التجربه. تجربه كانت جديده ومحدش يعني كان حتى في يعني بين دايما المنتخبات والماتشات اللي ما بين الفرق المصريه والتونسيه في شد وجذب كده، بس انا قلت اخد التجربه الحقيقه. رحت قعدت هناك موسمين كانوا من احسن المواسم في حياتي. شعب جميل، كوره كمان متقدمه، الدوري هناك عندهم دوري صعب ومش سهل. الحمد لله قدرت اوصل مع الملعب التونسي. هو الملعب التونسي من اقدم الفرق هناك، نادي في العاصمه، صاحب بطولات قديمه بس غايب عن بطولات الفتره اللي انا كنت فيها. الحمد لله قدرت اوصل معاهم مع الافريقي. وكنت دايما والله قاسم مشترك كان دايما يعملوا نجوم الاسبوع كده في كل اسبوع من ماتشات، وكنت انا اطلع انا ومغاريا لاعب منتخب طبعا الجزائر الكبير كان بيلعب في وقتها في الترجي. تجربه كانت الحقيقه جميله جدا، ولسه لغايه النهارده على علاقه طبعا ب الجماعه في تونس. وش حضرتك حلوه يا كابتن. وعندنا خبر مهم جدا لجماهير النادي الاهلي وفوز النادي الاهلي على سبورتنج. مبروك يا كابتن هيثم، حاجه وش حلو عليك برضه. مبروك يا كابتن. انا عايز اقول لك 77-74 نتيجه يا كابتن. خلي بالك الماتش ده انا حقيقة قاعد هنا 2-1 وانت قلبك هناك قلبك هناك. ليه بقى اقول لحضرتك؟ لان احنا للاسف لم نوفق في اول ماتش هنا على ملعبنا. الحسم كده في ملعبنا ان شاء الله. لا لا، اذا فوزنا الماتش الجاي لسه في ماتش تاني بكره ان شاء الله. اذا فوزنا فيه يبقى خلاص حسمنا التاهل لدور الاربعه او دور قبل النهائي. عايز اقول لك حاجه معلومه والله مش بشكر في نفسي، انا دايما وشي حلو على النادي الاهلي لما باجي قبل الماتشات حساسه او ماتشات افريقيه. بتلاقي استاذنك يا كابتن حساسه. انا بقول لكم استعين بيك يا كابتن. انا قلت المعلومه هستاذنك يا كابتن استعين بيك، بس يعني يمكن في السيدات التحليليه والمباريات يعني طبعا تنورنا وتشرفنا. بس النادي الاهلي في اي حاجه كابتن يعني مشوار كذا نادي ولعبت في كذا نادي سواء اهلي او التجربه للاسماعيلي ما كملتش او الملعب. اهلا بحضراتكم من جديد. وصلنا للفقره الحقيقه اللي احنا يعني بنحبها كلنا، وهي فقره السحور. والحقيقه طبعا يعني بشكر الشيف محمد، يعني حاجه عظمه. كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب. طيب كابتن. طيب. كابتن هيثم بيحبك جدا، واصر ان هو يجي هو المطبخ معاك. خلي بالك انا على السمع. انا ما دقتش لسه. انا اتفضل اتفضل يا شيف محمد، قول لنا كده برده مجهز لنا ايه، وبرده عشان كابتن محمد يبقى معانا. يعني احنا هيشرفنا النهارده عندنا سلطه بلدي، جبنه بالطماطم، عندنا الزبادي، عصير. انت مغير العصير؟ ها مغير العصير على قصدك بقى اللي موجود. هنرجع للعصير. عصير اليوم طبعا. احنا كل يوم بنغير يعني يوم كده ويوم كده. وعندنا ميكس تشيز، هنعمل اومليت بالجبنه والجرجير. ما شاء الله ده جديده دي بقى. انت فتحت نفسنا جامد يا شيف محمد، والحقيقه حاجه عظمه يعني. ولا والفول شايف طعميه انا برضه. طب ايه اللي في الطواجن ده يا شيف محمد؟ ايه اللي في الطواجن ده؟ انا شايف حاجات متغطيه وبتاع. ده فول. فول بس ده هو ده فول بالطحينه وبتاع، ولا في ده بيفرق عن ده؟ لا، فول بالطحينه وعليه بصل وفلفل. ده زيت زيتون ولا ايه؟ ولا بزيت زيتون. ده حاجه ده حاجه صحيه كمان. ده حضرتك حطيت لنا كمان فاكهه يا شيف محمد. طبعا فاكهه في السحور ده مهمه جدا. صحيح. هو الطرش بس اللي كنت هشيله، مش هحط طرشي. لا ما هو اللي عايز ياخد اللي عايز يعني عشان الاملاح وكده. كابتن هيثم اللي يشوف اصرار حضرتك بقى على فكره المطبخ دي يقول ان انت طباخ ماهر خالص يا راجل. والله العظيم خالص. يعني كل الاصرار ده يبقى تعلم بقى. ايوه اتعلم او اتفرج او ادوق. انما خد بالك بقى انا حريف طعميه، مش هقول لك جرين برجر بقى زي ما بيتقال. وممكن اسالك سؤال برضه، تعرف الطعميه دي بقى بالفول ولا بالحمص؟ لا بالفول. عملت طعميه قبل كده بالحمص؟ عملتها في السعوديه. شفت؟ هناك هناك بياكلوها طعم الحمص. الشام كله بيعملها. طعميه سوداء يعني. بس انا بصراحه جربت الاثنين. بس بتاعتنا احنا لا يعلى عليها. لا بتاعتنا افضل. افضل من الحمص. اللي هي بالفول دي افضل من الحمص. عارف يا كابتن هيثم بتتعمل ازاي الطعميه؟ عارف يا كابتن محمد؟ لا انا ماليش في القصه دي خالص. انت اصلا يا كابتن يعني بتتسحر ولا يعني ما شاء الله شايفك سليم ما شاء الله محافظ على نفسك؟ خفيف خفيف. يعني السحور ده هيبقى كويس بالنسبه لك ولا؟ انا هنقنق كده معاكم. انا عموما طول عمري في موضوع الاكل ده اخر حاجه بفكر فيها. صحيح. ما شاء الله ماليش طلبات على فكره في حتى في بيتي. ما اقولش بقى في رجاله مثلا تقول لي هتعملي ايه النهارده؟ اعملي لنا. انا عمري في حياتي اللي موجود ماشي.
انا مش منهم على فكره. لا بس على فكره حضرتك ما انت كنت في الملعب كده يعني لاعب ملوش طلبات. ايوه صحيح. ولاعب ما تحسش صحيح. بوجوده غير في 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 في, في الفنيات. صحيح يعني صحيح. مالكش حس يعني فوضى طبيعي. هادي. هنا ده بقى هيجرونا للسؤال اللي احنا قلنا قبل الفاصل. يعني ممكن نتكلم فيه كده. فكرني احمد حاجات. تجربه بقى تجربه حصلت لك انت لو كانت اتكررت او لو كان رجع بيك الزمن ما كنتش حضرتك عملتها. طبعا هي اكيد يعني اهم تجربتين بس منهم تجربه مع النادي الاهلي وتجربه مع نادي المقاولين. تجربه النادي الاهلي لما مجموعه من اللعيبه انا من ضمنهم رحنا مع المدرب وسيبنا النادي الاهلي ويعني عشان نضغط يعني محاوله للضغط على النادي الاهلي ان يخلوا المدرب هو كان كابتن جوهري طبعا قصه طبعا معروفه كنا مرتبطين بيه قوي وحوالي يمكن 14 لعيب او 16 لعيب سيبنا النادي الاهلي واتمرنا في مكان اخر يعني قعدنا في فندق في مصر الجديده على امل ان احنا لان كان داخل بطوله الكاس ومحاوله طبعا احنا كنا فاكرين طبعا احنا كلنا صغيرين وقتها فاكرين ان احنا بنضغط على النادي الاهلي وطبعا عمر النادي الاهلي ما اتضغطش عليه يعني. خالص وبعدين ده كان في وجود كمان الله يرحمه الكابتن صالح سليم كان كابتن حسن حمدي وكابتن حسن حمدي مدير كوره وكده فكان الموضوع يعني صعب شويه كانت تجربه انا انسقت فيها ولسه كنت وقتها صغير يعني كده لكن بكده كابتن كنت في قمه سعادتك مع مجموعه اللاعبين بالانتصار اللي اتحقق في بطوله الكاس مليون في المئه انا عايز اقول لك طبعا عايز اقول لك ان النادي الاهلي طبعا يعني حل الموضوع بطريقه معينه وعشان يبعدنا احنا خالص طبعا عاش يعني عن الموضوع قالها ان توقف شهر ورحنا طبعا سفريه كده في بلد في رومانيا على حدود روسيا قعدنا هناك بعدونا تماما وكابتن جوهري رجع لعب بقى بالولاد الصغيرين بقى حسام حسن والشله الصغيرين ماتش شهير طبعا لا يقف على احد اتعلمت منه طبعا الموضوع دوت ان انا يعني اللعيب المقوله بتاع كابتن لطيف بتاع زمان اللعيب لعيب والحكم حكم والمدرب مدرب صحيح. انت لازم تكون انت ما بتنتميش لمدرب انت بتنتمي لنادي صحيح المدرب راح المدرب جه النادي هو اللي باقي هو الكيان. ودي قرارات لازم تلتزم بقرارات النادي ايا كان النادي يعني فما بالك اما يكون قرار زي طالع من مجلس اداره النادي الاهلي وقتها وعلى راس طبعا الله يرحمه كابتن صالح سليم فالتجربه دي علمتني ان انا يعني يمكن انا دايما اقول لابني برضو اللي بيلعب كوره بقول له لا يعني اي قرارات بالظبط طالع نفس التوفيق هل جمعك يعني اجتماعات مع كابتن صالح سليم طبعا العظيم الراحل اكيد طبعا يعني تفتكر ايه في الماتشات اجتماعات قبل المباريات هو كابتن صالح ما قل ودل ما بنتكلمش كتير يعني انا افتكر له بس يعني موقف واحد كنا بنلعب مباراه في الكويت مع العرب الكويتي وكان هو طالع رئيس بعثه وقلما كان يطلع يعني رئيس بعثه معانا كان ده ماتش ودي ولا كان في بطوله كان ماتش ودي في اعتزال احد نجوم الكويت يعني احنا بيني وبينك بقى ماتش ودي ورايحين بقى والكويت وبتاع فنزلنا على الاوبن بوفيه قبل الماتش مش عايز اقول لك يعني نسف كسرنا الدنيا وكده. دي مقدمه للسحور الله يعني بالظبط كده يعني ونزلنا القصه دي جت على السحور ونزلنا طبعا الماتش مش عايز اقول لك الشوط الاولاني 3-0 صالح العربي يا خبر ابيض فاحنا دخلنا اوضه اللبس فشفنا الباب بيترزع باب اترزع ولقينا الكابتن صالح داخل اوضه اللبس طبعا انت مجرد ما هتشوفه في العادي انت بتبقى مترتبك فما بالك انت مغلوب 3 فاحنا طبعا كله قاعد عامل كده مستنيين كابتن صالح بص يا كباتن النادي الاهلي ما يتغلبش 3-0 انا عايز اشوف نتيجه غير النتيجه دي الشوط الثاني بس هما كلمتين الشوط الثاني 3-3 خضمنا هو جالك بس خلي بالك السحور هيبقى يعني ده ما شاء الله الشيف محمد عامله لا هيبقى لطيف مش هي مش هيتعبنا في حاجه حبيب التجربه الثانيه يا شيف محمد ثواني كده قبل ما نختم ممكن في برضو تجربه مع المقاولين العرب وكنا بنلعب فاكرها انا دي فاكرها انت دي بنلعب النادي الاهلي وكنا متقدمين 1-0 على النادي الاهلي وحصل فاول من بره اعترضنا احنا عليه كلاعيبه المقاولين تقريبا طاهر ابو زيد اللي جاب الهدف ده كره تانية ضربه جزاء برضو اعترضنا عليها فجانا تعليمات طبعا من الاجهزه
اللي بره او بالجهاز اللي بره ان انتوا بقى ايه يعني حاولوا ان انتوا كل واحد فيكم يعمل ان هو مصاب ويخرج، لان انت عارف ان في عدد معين بعدين المباراه ده يعني احنا كده بنعبر عن استيائنا من التحكيم ومن الظلم اللي وقع علينا. فطبعا برضو انا موجود، بس انا في الموضوع ده كنت مظلوم شويه لان انا واحد من الفرقه ودي تعليمات مدرب ما كانش ينفع. انا طبعا مش من اللعيبه اللي مثلت وعملت انها اتصابت وخرجت، بس اكتر من لعيب، وانا يعني ما قدرتش اتكلم مع اللعيبه واقول لهم يعني ما ينفعش. بس خلي بالك كابتن، انت حضرتك من الناس المحترمين جدا، وطبعا للاسف الوقت مر سريعا وربنا يعني فعلا نورتنا وشرفتنا يا كابتن هيثم. انا سعيد طبعا لوجودي معاكم في امسيه رمضانيه جميله، اتمنى تتكرر قبل ما رمضان يخلص ان شاء الله وتتكرر بعد انتصارات للنادي الاهلي. اتمنى للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه المباريات المؤجله دي الله يكون في عونهم، طبعا ماتشين يعني كل يومين وبيلعبوا في الثالث، فربنا يسهل ان شاء الله ويكسبوا وتصدروا البطوله المحببه يعني ان شاء الله. كابتن هيثم، ننهي بقى الحلقه عشان الطعميه خلاص ريحتها دخلت. الحمد لله كنا في حلقه موفقه النهارده ومعانا الكابتن محمد حشيش، حكى لنا حاجات كثيره جدا واجواء القمه. نتمنى تكون الحلقه عجبت حضراتكم، نشوفكم ان شاء الله يوم الثلاثاء والاهلي في رمضان. نشوفكم على خير، سلام.